Can you share the screen من عندك؟ تمام؟ اوكي. محتاجة تطول بس. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة يعني يوم 7 ابريل، وانا اسمي عمر شريف عمر، واحنا سعداء ان احنا كلنا موجودين مع بعض. انا كنت طلبت من صديقي وزميلي العزيز الدكتور محمد حسين انه يعني يدينا نوع من انواع التوعيه والتثقيف لينا كاطباء. احنا في فتره صعبه في حياتنا، وما احناش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه، اللي ممكن يطلب من اطباء غير متخصصين في رعايه مركزه ان هم يخدموا بلدهم وعيانينهم في مجال الرعايه المركزه. وفي نفس الوقت بطبيعه الحال كون ان احنا جراحين، فاحنا يعني نحب دايما ان الدنيا تبقى واضحه، ونفسنا اننا نساعد، بس دايما نفسنا اننا نساعد واحنا عندنا خلفيه علميه، بحيث يكون وجودنا يفيد العيان اكتر منه انه يؤذيه. فعشان كده انا طلبت من الدكتور محمد حسين هذا الموضوع. وانا بس احب يعني انا طلبت ده من محمد، مش لان محمد صديقي، ولكن ان محمد من الناس اللي يشهد لهم بالتميز في مجال التخدير، ويشهد لهم بالتميز في مجال الرعايه المركزه، وله خبره كبيره في هذا الامر. وانا بتشرف ان احنا النهارده موجودين، وبتشرف بكل البارتيسيبنتس اللي موجودين، ومديانا endless number of attendance and endless amount of time على زوم. احنا بس نفسنا عشان الميتنج تبقى ذات فائده، نحط بس كده شويه رولز احنا ناويين نشتغل ازاي. دكتور محمد حسين هيبتدي البرزنتيشن دلوقتي، and he will have his time. احنا كنا متفقين ان هو هيتكلم somewhere between 60 to 90 minutes. طبعا كلنا عندنا اسئله، وكلنا نفسنا اننا ندسكاس معاه. فاحنا عشان نضمن ان ما يبقاش في حد بيضيع وقت حد، هنخلص he will write his question. وبعد الدكتور محمد حسين ما هيخلص البرزنتيشن بتاعته، we will start to answer the questions one after the other. الحته اللي هي بتاعت raising hands دي ملهاش معنى ان احنا نستخدمها دلوقتي. His very interesting presentation. وبعد ما هنخلص هنمسك الاسئله واحد واحد نجاوب عليهم. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، انا اجيب الميكروفون للدكتور محمد حسين. مقدمة الجميلة دي، وثانك يو، لانه الحقيقة انت يعني كنت من اوائل الناس اللي فكرت في السؤال اللي هو prepared doctor في شغلك وفي البراكتس بتاعك. فجزء منها ان انت you have to be prepared. What if انه يعني طبعا ما احبش انها توصل لكده، بس لو احتاجنا انه non-ICU physicians يخشوا ويشاركوا في المنظومة الطبية في علاج الكورونا فيروس وعلاج كتروش، لانها برضو يعني انا اعتقد انها مهمه صعبه شويه المحاضره دي. I will try to be as simple and precise as possible، لانه احنا عندنا diversity كبيره جدا في الاتنديز. احنا عندنا برانشات كتيره جدا، عندنا diversity في الفئة العمرية من فأرجو إنه المحاضرة دي تحاول إنها توصل للناس باختلاف أعمارهم وباختلاف بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبتدي the ICU course for the non-ICU physicians.
يعني زي ما دكتور عمر كان بيقول انها اتس ذا لو في الو عمر كده صوتي كويس يعني ده is an introductory course ولو لو بعد كده كان في طلب لناس انها عايزه حاجه more advanced احنا ممكن نعمل another courses ان شاء الله. دي صوره ما كنتش احب احطها بس دي صوره للتذكره دي النهارده الصبح من الويب سايت المشهور جدا هو اللي هو worldometer بس اللي تفكرنا ان احنا the magnitude of the problem كبير وبيكبر فيعني ربنا يسهل وما يوصلش لكاتاستروفيك نمبرز والحمد لله مصر سو فار الارقام فيها كنترولد الى حد كبير لكن يعني ده اللي موجود النهارده ودي النهارده الصبح اي ثينك انها ممكن تبقى زادت شويه وربنا يحفظنا كلنا. هنبتدي بالليرنينج اوبجكتيفز اللي احنا عايزين نعرفها النهارده في المحاضره وهم مجموعه من الليرنينج اوبجكتيفز عايزين تو كفر اولموست ان شاء الله diagnosis of covid 19 indications of hospitalization care in the hospital indications of icu admission icu management and ventilation monitoring and management of ventilated patients weaning from ventilation care after weaning and discharge. نبتدي بالdiagnosis of COVID-19 وده حاجة مهمة جدا لأنه الحقيقة من البراكتس بتاعنا اليومين دول إنه بقى فيه رعب زائد طبعا هو حاجة كويسة بس لما بتزيد عن حدها بتبقى مش ظريفة لأنه في ناس كتيرة قوي they are not COVID وبيلاك إن هم يتقبلوا أو يريسيف good medical service خوفا من إن هم كورونا أو COVID-19 فإحنا لازم نحط الحاجات في نصابها الصح ان احنا نحاول to diagnose COVID-19 صح. احنا هنتكلم على اربع حاجات. اول حاجة الـ PCR والـ PCR السنسيفيتي بتاعته في احسن احوال ما جابتش 70% the maximum is 70% من 40-70% ده provided ان العينة متاخدة صح. One of my friends بيقول لي انه عملها في امريكا وبيقول لي انه أزف ان انت اخدت عينه من المخ. حد تاني برضو من زبايننا بيقول لك لو المريض ما عملش جاجينج او ما عملش او ما كحش او ما شرقش this is a sign of inappropriate او in complete sample. فالسامبلينج بتاعها صعب شويه وفي الاخر السنسيفيتي بتاعتها مش عاليه بس it helps in the diagnosis as a part of the diagnosis بس هي ما هياش لوحدها the diagnosis of COVID-19. احنا عندنا ثلاث حاجات تانيين clinical presentation, radiological findings and laboratory findings كلهم على بعض بيكونوا لنا صورة قد تكون أقرب إلى 100% إن العيان ده COVID ولا لا. هنبتدي بclinical presentation ودول في ثلاثة مهمين جدا. أهم حاجة الـ dry cough 60-80% of patients with COVID-19 عندهم dry cough, fever from 50-80%, والجديد loss of sense of smell, وده ما نقول انه ده اكتشفوها recently انه اي loss of sense of smell او taste خد بالك انه ممكن دي تبقى one of the early clinical presentations of COVID-19. Less common presentations are myalgia, sore throat, headache, nausea and vomiting, diarrhea. دول الحاجات اللي less common واللي ما يزيدوش عن من 5-10%. Radiological findings وهي مهمة جدا الحقيقة الراديولوجيكال findings لأنه sensitivity بتاعتها عالية قوي بالذات في الـ CT. احنا عندنا chest x-ray, عندنا lung ultrasound وعندنا CT chest. Chest X-ray is something very simple ولازم كلنا نبقى عارفينه بس الحقيقة sensitivity بتاعته قليلة شوية. Lung ultrasound شوية حاجة يعني sophisticated أو advanced شوية
و الانتنسيفس هم اللي بيعملوه. سي تي تشست از سمثينج فيري سمبل، كلنا كدكاتره وي كان ريد سي تي تشست اند وي كان دايجنوز ليجنز فروم سي تي تشست. ايه اللي بنلاقيه بقى في السي تي تشست؟ في هنبتدي بالتشست اكس راي، والتشست اكس راي بيبقى فيها بايلاترال لوور زون اتلكتسز او بايلاترال لوور زون انفيلتريشنز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اتس نون سبيسيفيك الحقيقه، والسنسيتيفيتي بتاعتها قليله قوي. نيجي على السي تي فايندنج، وهو ده اهم حاجه، والسنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا الحقيقه. في ثلاثه كاركترستكس مهمين جدا للسي تي فايندنجز اوف كوفيد 19. اول حاجه الجراوند جلاس اوباسيتي او جراوند جلاس ابييرنس، ودي بتحصل في 88% من العيانين. نمره 2 البايلاترال انفولفمنت، انه فيري رير انه يبقى يونيلاترال، اتس يوزوالي بايلاترال، ودي بتبقى موجوده في اراوند 87%. نمرة ثلاثة إنه peripheral distribution، زي ما إحنا شايفين هو it's mainly peripherally distributed. This is a case of advanced disease، فهو موجودة كمان central بس هي بتبتدي في ال peripheral distribution of ال chest. This is another CT، وزي ما إحنا شايفين ground glass appearance, bilateral, peripheral. وفي معلومة رابعة هنستفيد بيها later on في المحاضرة، إنه في ال posterior portions of the chest. This is the anterior، ده ال anterior chest wall، وده ال vertebrae والظهر وال posterior aspect، وهي usually بتبقى في ال posterior aspect، ودي حاجة هنستفيد منها later on في المحاضرة هنقولها تاني. طيب، من الحاجات اللي to exclude CT CT findings to exclude COVID-19، ثلاث حاجات مهمين جدا لو لقيناهم it's very unlikely ان المريض ده يبقى COVID-19. اول حاجه lymphadenopathy، ثاني حاجه cavitary lesion ما بتحصلش، ثالث حاجه pleural effusion، ودي مهمه جدا. لسه كان عندنا عيان pleural effusion والناس شك فيه في الطوارئ، يا جماعه it's less than 2% ان يبقى عنده pleural effusion وCOVID-19. فدي من الحاجات اللي تو اكسكلود بيها الحقيقه، ومهمه جدا. نيجي على اللابوراتوري فايندنجز. اول حاجه واهم حاجه، ودي من الحاجات اللي بتبقى موجوده earlier، السي بي سي، انه يبقى فيها ليمفوبينيا، الليمفوسايتس تبقى عددها اقل من 800، ودي حاجه فيري كاركترستيك للكوفيد 19، وحاجه لانه عاده الفيريميا بتعمل زياده في الليمفوسايتس، لكن الكوفيد 19 لقوا عنده يعني كاركترستيك كده غريبه جدا، انه عنده ليمفوبينيا، نقص في الليمفوسايتس less than 800. في بقيه حاجات ثانيه احنا اللابوراتوري فايندنجز او اللابوراتوري ريزلتس الحقيقه بنستفيد منها في حاجتين، بنستفيد منها ودي هنقولها كمان ليتر اون في المحاضره، بنستفيد منها في الدايجنوزز، بنستفيد منها في البروجنوزز، او هل العيان ده بيتحسن ولا بيسوء في الـ severity of the disease، في الـ course of the disease، اللي عنده رايح فين؟ رايح للأحسن ولا رايح للأوحش؟ من ضمنها CRP، والـ CRP برضو one of the early signs، والـ CRP is usually is a marker of inflammation، one of the very specific markers للـ inflammation، وبيبقى موجود إلى حد ما early، وبيزيد جدا لو الـ inflammatory response due to viremia زادت. الـ LDH والـ ferritin والـ D-dimer من الحاجات اللي بتورينا الـ severity of the disease والبروجنوزز، وساعات بتأثر على قرار الدراج ثيرابي، في دراجز بتتاخد لو التلات أدوية دول عاليين. بروكالسيتونين أخيرا هو very specific marker للبكتيريال infection. إحنا usually بنستفيد منه في حاجتين، بنستفيد منه في الدياجنوزز، انه لو لقينا احنا شاكين العيان ده هل ده فايرال انفكشن ولا بكتيريال نمونيا، سي تي تشست مش مبين قوي، لو لقينا البروكالسيتونين عالي من ضمن الحاجات اللي تقول لنا ان يعني ممكن نبعد عن انه فايرال انفكشن، ممكن نقول ان ده بكتيريال انفكشن. وبنستفيد منه ليتر اون في لما الديزيز بروجرس، ان احنا نعرف هل المريض ده جاله من الانفلاماتي ريسبونس العنيف، بس ده بيبقى ليتر اون في المرض، هل جاله سكندري باكتيريال انفكشن ولا لا. ده باختصار كده الديزيز بروجريشن، احنا عايزين نعرف المرض ده
بيموت ليه، او المرض ده البروسس بتاعته بتمشي ازاي، او ايه اللي بيحصل، او الستيجز بتاعته. احنا عندنا 3 ستيجز للمرض ده. عندنا الانفكشن فيز او البرايمري فيز، ودي بتبقى ديو تو فايرال ريبليكيشن، ودي بتبقى السيمتومز بتاعتها السيمتومز اوف فايريميا، الدراي كاف والفيفر والليمفوبينيا بتبقى موجوده برضو في الفيز الاولانيه دي اللي هي الانفكشن فيز. نيجي للفيز الثانيه اللي هي الهوست ريسبونس، الجسم بيبتدي يرياكت تووردز الفاير الفايريميا او الفايرال لود اللي موجود ده بانفلاماتوري ريسبونس. وللاسف انا دايما بشبه انه هي خناقه ما بين الجسم الانسان والفيروس الدخيل ده. ساعات كتيره قوي حتى لو الجسم انتصر لكن هو بيسبب دامج، وساعات الدامج ده بيبقى عنيف جدا، زي ما انا بقعد في البيت وحد دخيل عليا واحاول ان انا اتخانق معاه او احاول ان انا اضربه او امشيه بره البيت، بس ممكن البيت within هذه الستراجل يتكسر مني. وده اللي ساعات بيحصل، انه الهوست ريسبونس بيبقى عنيف جدا والانتيجين انتيبادي او الانفلاماتوري ريسبونس بيبقى عنيف جدا، انه بيعمل دامج شويه للجسم. وده بيحصل في ثالث ستيج اللي هي الهايبر انفلاماتوري ريسبونس، واللي بنسميها ذا سايتوكاين ستورم، انه بيحصل سيرج رهيبه جدا من الانفلاماتوري ميدييتورز بالذات الانترلوكين 6. والانفلاماتوري ميدييتورز دي هي السبب الرئيسي والدايركت كوز اوف الكومبليكيشن زي الاي ار دي اس وزي الهارت فيلر. طيب احنا عندنا a case of suspected او confirmed COVID-19 at home. طبعا في modifications في كل حاجه، بس انا بتكلم على what's common. يعني انا عندي عيان عنده dry cough، عنده fever، ممكن يبقى عنده history of سفر، بس اليومين دول خلاص بقى لنا كتير ما فيش سفر، ممكن يبقى history of انه كان مخالط لحد positive. فدي كلها حاجات نقدر نسسبكت بيها. طبعا لو قدرنا نconfirm ب-PCR well and good، لكن زي ما قلت انه الclinical picture مع السي بي سي مع السي ار بي مع بلس ماينس السي تي تشست، انا بكلم على حد في البيت، ممكن تدينا ا فيري جود انديكيشن. وعاده حتى لو سسبكتد احنا بنعامله اكنه كوفيد 19 ونبتدي العلاج بتاعنا. باد ريست اهم حاجه، سيلف ايزوليشن عشان ما يعديش اي حد تاني، وادكوت هايدريشن، سمبل انتي بايراتكس، والانتي بايراتيك اوف تشويس از باراسيتامول 1 جرام افري 6 اورز. طيب ودي الحاجة مهمة جدا، أنا قعدت في البيت، what are أنا جالي I'm suspected case، قعدت في البيت عملت كل الاحتياطات بتاعتي isolation و bed rest والحاجات دي كلها، what are the warning signs لحالة في البيت؟ warning signs كتيرة جدا، من أهمهم وده أهمهم deterioration في السيمتومز او ديتيريوريشن في الكلينيكال بيكتشر، ودي اهم حاجه. واحد مش قادر ياخد نفسه ريجاردلس بقى سنه ايه، كو اكزيستنج ديزيزز ايه، واحد مش قادر ياخد نفسه وبلس ماينس، في ناس بيبقى عندها جهاز البالس اوكسيمتر الصغير ده موجود في البيت which is a very cheap device، ممكن يبقى بيطمن على نفسه بيقيس، لو لقى الاكسجين ساتوريشن less than 90%. فدي من اهم الورنينج ساينز. نمرة 2 الايج، وفي ناس قالت ايج above 50، في ناس قالت الايج فوق 60، يعني مختلفين شويه، بس advancement of age is definitely one of the يعني risk factors. Coexisting diseases، ودي حاجه مهمه جدا، وعايز اوريكم بس سلايد كده للكيس فيتاليتي بتاعت الكوفيد 19 باي كو اكزيستنج ديزيزز. وعلى عكس ما احنا كنا متخيلين انه ده مرض بيسيب للريسبيراتوري سنتر، فيبقى العيانين اللي عندهم كرونيك ريسبيراتوري ديزيزز دول العيانين هم اكتر عيانين اتريسك. الحقيقه ان هم ما لقوش كده خالص، هم لقوا انه اكتر عيانين اتريسك هم عيانين الكارديو فاسكولار ديزيزز، الناس اللي عندهم بالبلر هارت ديزيز او عندهم اي اف او عندهم اسكيميك هارت ديزيز، دول كانوا اكتر حاجات، ودول 10.5% منهم they died. يليهم الدايبيتس، يليهم الكرونيك ريسبيراتوري ديزيزز، يليهم هايبرتنشن، والكانسر برضو للناس كانت قلقانه منه
ومتخيل انه ما دام انا كانسر بيشنت يبقى انا on the top of the list في الهاي ريسك بيشنتس, هو الحقيقه طلع نمره 5, وبعد كده الاذر هيلث كونديشنز. فدول الحاجات اللي ناخد بالنا منهم في الكو اكزيستنج ديزيزز بترتيب الاهميه. نرجع تاني للوارنينج ساينز, احنا اتكلمنا اخر حاجه الكو اكزيستنج ديزيزز, ثم تحاليل من ضمنها سي ار بي فوق ال100 او رايزنج لو انا كنت عامل بيز لاين, ال دي اتش فوق ال245 او رايزنج برضو, فيريتين فوق ال300 او رايزنج, دي دايمر فوق ال1000 او رايزنج, وفي ماركر جديد او بروجنوستيك اندكس كده جديد ومهم جدا لانه لقوه السنسيفيتي بتاعته عاليه قوي, اسمه الان ال ار نيوتروفيل ليمفوسايت ريشيو. النيوتروفيل ليمفوسايت ريشيو ده ماركر بيمثل ريسك فاكتور لوحده, يعني لو انا وهو بيتحسب سهل جدا, عدد النيوتروفيلز في الـ في الـ في السي بي سي ديفايدد باي عدد الليمفوسايتس, لو الرقم ده اكتر من 3.13 انا اسف, لو الرقم ده اكتر من 3.13 ده معناه انه السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا, السبيسيفيسيتي بتاعته از نوت باد, بس ده بينقلني step up. يعني لو انا at home وعملت الماركر ده I should be hospitalized, لو انا في المستشفى بس في ward عادي والماركر ده فوق ال 3.13 we should consider for ICU admission. يعني هو بينقل المريض في الريسك one step up. فده واحد من الحاجات الجديدة والسهلة اللي ممكن نستخدمها as a warning sign او as a prognostic indicator. طيب عندنا عيان وهو high risk او عنده الكثير من ال warning signs اللي بتقول ان العيان ده ما ينفعش يتعالج في البيت او it's unsafe انه يتعالج في البيت, فهنضطر ان احنا نوديه المستشفى. ايه اللي هنبتديه في المستشفى؟ انا قبل بس ما اقول الان هوسبيتال مانجمنت انا عايز اتكلم شويه على شويه حاجات كده صغيره, او يعني مش هنقول يعني رولز, يعني ممكن نقول نصائح. يعني رول نمبر 1, there is no emergency in pandemics. يعني ايه there is no emergency in pandemics؟ يعني من الاخر do not rush عشان تنقذ مريض وانت نفسك you are not protected, you have to protect yourself first قبل ما تقدم خدمة طبية لمريض انت suspected انه COVID-19. طيب rule number 2, treat every patient as COVID positive, وده هيقلل جدا جدا السبريد بتاع الديزيز. وفي مشكلة كبيرة جدا انه ودي حصلت بره ومش عايزينها تتكرر هنا, لان المفروض ان احنا اتعلمنا الدرس انه الهيلث كير وركرز اتصابوا جامد جدا, وده بيخلي الميديكال سيرفيس الحقيقه بتضعف. الموضوع مش بس انفراستراكشر ومش مش اجهزه ومش اكويبمنتس, الموضوع دكاتره وفريق تمريض لازم يبقى موجود ولازم يبقى صحته كويسه ولازم يبقى alert ولازم يعني انه يبقى غايب منه ناس كتيره قوي ان هم عيوا, دي حاجه بتاثر جامد جدا على الخدمه الطبيه. Rule number 3, protection of the healthcare team is the first priority. دول حاجات مهمه جدا ودي اهم حاجه في الان هوسبيتال مانجمنت ولازم الناس كلها تبقى عارفاها. ان انا لسه لحد دلوقتي بشوف في الطوارئ ماشي ممكن يبقى عيان مش suspected قوي بس is intubating the patient without any protection اليومين دول is not accepted. لحضرتك والاسرتك والبقيه المرضى ما ينفعش. في شويه definitions كده لازم نبقى عارفينها, ال PPE personal protection equipment, يعني ايه donning and doffing ودي هنشرحها بالتفصيل. donning and doffing يعني ازاي البس واقلع البروتكتيف اكويبمنت. نمره 3 الاي جي بي, حاجه اسمها ايروسول جينيريتنج بروسيجر, يعني انا داخل اعمل للمريض حاجه فيها ريسك اوف دروبلت انفكشن عالي, زي مثلا ان انا هحط له اندوتراكيال تيوب, زي مثلا ان انا هقرب من وشه قوي, زي ان انا هعمل له ساكشننج من الاندوتراكيال تيوب, زي بكشف على زوره, زي اي دكتور بيقرب قوي من وش العيانين, دكاتره رمض, دكاتره اسنان, دكاتره انف واذن, الحاجات دي مهمه جدا. ف اي جي بي
دي حاجه كلمه هتتقال كتير قوي وبتفرق جدا في الليفل اوف بروتكشن اللي انا لابسه في الايكويبمنت. زي ما قلت احنا عندنا حاجه مهمه جدا البي بي ايز وهاو تو بوت اون اللي هو الدوننج ذا بروتكتيف ايكويبمنت، ودي مهمه جدا. اول حاجه لازم نبتدي بهاند هايجين، ثم نلبس الجاون، والجاون ممكن ما يبقاش معقم، يعني انا مش بعمل سيرجيكال الناس، انا بعمل سيرجيكال بروسيجر، بس لو انا داخل اعمل حاجه المريض في الرعايه مثلا مش لازم يبقى ستيرلايزد، بس اهم حاجه يبقى ووتر ريبيلنت. نمره 3 بنلبس السيرجيكال ماسكس، وهم مقسمينها يعني الاوردينري سيرجيكال ماسك لو انا مش بعمل حاجه فيها ايروسول جنريتنج، او ال N95 والحاجات المتقدمه والاف اف بي بي 3 والحاجات اللي هي الفلتريشن باور بتاعها اعلى شويه لو انا بعمل حاجه ايروسول جنريتنج او في ريسك اوف دروبلت انفكشن. بعد كده الاي بروتكشن والفيس شيلد ده مهم جدا، ثم الدبل جلوفز نلبسه. This is how you put on your personal protective equipment. وفي طبعا فيديوز كتيره قوي، لو تحبوا ان انا ابعت لكم الحاجات دي بعد كده بلينكس، ممكن نبعت للناس كلها على الايميل لينكس لفيديوز كتيره قوي فيها الدوننج والدافينج. نيجي نمبر 2 تيكينج اوف او دافينج، وده مهم جدا 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 علشان ما تعديش نفسك. احنا بنبتدي لو احنا لابسين سنجل جلوف بنحاول ان احنا نقلعه الاول بالطريقه دي، ان احنا بنمسك الحته اللي بره الاول، الحته الكونتامينيتد، اند ذن بايدينا النظيفه بنحاول ان احنا من جوه الجوانتي من الحته اللي ما لمستش العيان نقلع الفرده الثانيه، اند ذن هاند هايجين. وهنا هتلاقي بعد كل بروسيجر بعد كل ستيب لازم نعمل هاند هايجين، ان الدافينج ده هو اللي بيبقى فيه ريسك عالي للانفكشن. ذن we take rid of the gown وبنعمله outside in وبرولينج تكنيك، بحيث انه الحته ال exposed تبقى هي اللي جوه. then we use the we make hand hygiene تاني، بننظف ايدينا تاني، وبعد كده ال eye protection ونشيله والface shield، then hand again hand hygiene, and then we take rid of the mask, وفي الاخر برضو hand hygiene after every step، لان الدافينج ده من اهم الحاجات اللي ممكن تعدي الانسان. دي ال NHS في انجلترا مقسمه المريض لو هو general contact بعيان suspected بس ما فيش AGP ممكن ما نلبسش face shield وممكن نلبسش repelling gown، لو في AGP لازم نلبس full PPE اللي هو face shield والماسك ال FFP3 والgloves ولونج سليف fluid repelling gown. ووزارة الصحة المصرية برضو نزلت recommendation لل PPEs وبرضو مقسماها على حسب انت بتتعامل مع حالة فيها risk of AGP ولا لا. هي مقسمة تقسيمات اكتر شوية، بس يعني كل واحد بيجتهد، هي more or less the same زي ما الحاجات اللي قبل كده. ده فيديو لتوضيحي يعني لمريض هو يعني is not suspected case، بس انا حبيت ان انا اعمله as an educational فيديو لل personal protection equipment وال how to intubate a patient لو كان suspected. هي المريض ده مش suspected COVID، لكن you have to be fully equipped and fully protected باللبس. نكمل in hospital management. أول حاجة طبعا لو جه عيان suspected لازم نعمل له nasal swab، ولو العيان الكلينيكال بيكتشر بتاعته والسيمبتومز والساين از يعني هايلي suspicious وطلعت نيجاتيف وي هاف تو ريبيت ات افتر 48 اورز. تاني حاجه الريسك ستراتيفيكيشن، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا.
علشان تنظيمياً من we don't miss a patient وفي نفس الوقت we don't overload مثلا الرعاية أو الأدوار بعينين unindicated في هنا أو هنا. We have to stratify the patients ولازم إن إحنا نوزعهم صح according هيروح فين، اللي هيروح general ward أو اللي هيروح intensive care. واحنا قلنا انه الريسكس اول حاجه انه هايبوكسيميا not responding to simple oxygen therapy او hemodynamic instability او disturbance of conscious level ده is a clear indication انه يخش intensive care. مع الريسك من الحاجات الريسك فاكتور زي ما قلنا قبل كده الايدج coexisting diseases، وقلنا هنعيد تاني التحاليل السي ار بي والال دي اتش والفيريتين والدي دايمر والنيوتروفيل ليمفوسايت ريشيو زي ما قلنا قبل كده. كل دي حاجات بتقول لنا الـ severity of the disease. طيب هنرجع تاني للـ in hospital management بعد ما خلصنا risk stratification وعرفنا اللي عنده هيخش a general ward ولا ICU. احنا محتاجين نعرف انه في حاجة اسمها oxygen therapy. Oxygen therapy is not necessary ان انا انبوبة منظار endotracheal intubation وميكانيكال ventilation على طول. There are levels of oxygen therapy لازم عارفينهم علشان العيان we don't overdo for the patients. نبتدي معاه stepwise approach لانه ممكن ما يحتاجش endotracheal intubation وventilation وابقى يعني يعني منعت حاجه ممكن تبقى ليها فيها potential ضرر يعني. Drugs هنتكلم عليها. Continuous monitoring and follow up وبرضه هنتكلم عليه. هنبتدي بالdrug therapy لانه سهل، والحقيقه انه البروتوكول بتاع وزاره الصحه هو بروتوكول فيه كل الادويه تقريبا. هو وده معظم الادويه اللي موجوده اوريدي في معظم الجايد لاينز اللي عليهم ستاديز قويه، يعني ان في حاجات كتيره قوي قوي ما زالت لسه اندر ستادي او اندر ترايلز. الاوسيلتامافير التامي فلو 95 ملغ توايس ديلي مع الازيثروميسين 500 ملغ وانس ديلي مع الهيدروكسي كلوروكوين بنبتدي ب 400 ملغ توايس ديلي في اول يوم وبعد كده 200 ملغ twice daily. ممكن كلوروكين لو مش موجود الهيدروكسي كلوروكين في الكومبينيشن اوف اللوبينافير والريتونافير ان كيس اوف كونترا انديكيشن للهيدروكسي كلوروكين. انا ما اعرفش هو موجود في مصر ولا لا، بس الـ يعني الـ مكتوب يعني is very effective. في الكريتيكالي ايل بيشنتس ممكن نزود antibiotics زي الميرونم والفانكومايسين ودول antibiotics broad spectrum وبيغطوا معظم الspectrum بتوع البكتيريال infection. لو انت خايف او شاكك او diagnosed secondary bacterial infection. في دوايين جداد يعني استخدموا الحقيقة يعني لقوا نتائج كويسة جدا، التوكليزوماب والميثايل بريدنزولون. دول دوايين، ميثايل بريدنزولون يمكن الناس كلهم عارفينهم ده نوع من أنواع الكورتيكوستيرويدز، التوكليزوماب ده أنتي انترلوكين 6 واسمه التجاري أكتامرا وبيستخدم في الروماتويد أرثرايتس. وهم دول لقوا يعني في الـ very severe و very critical patients الـ intubated اللي في الرعاية اللي عندهم high H score. الـ H score ده is a score بنديه للعيانين according لداتا كتيرة قوي بيبين الـ severity of COVID-19، من ضمنها الحرارة، من ضمنها وجود coexisting diseases، من ضمنها التحاليل كتيرة زي اللي قلناهم الـ D-dimer والـ LDH والفيريتين، وعاملينهم درجات يعني لو فوق كذا ياخد سكور كذا، لو فوق كذا ياخد سكور أعلى. فهم حاطين a high H score اللي هو 169. لو الـ H score ده فوق الـ 169 حيمشي على حاجة من الحاجات الانتي انفلاماتوري العنيفة قوي، لأنه ده معناه أن في سايتوكاين ستورم عنيفة جدا ودي اللي عاملة الضرر للمريض. ثيرابيوتيك انتي كواجيليشن لأنه في ستاديز كتيرة قوي أن المرض ده بيعمل مايكرو ثرومباي، فلازم ندي ثيرابيوتيك انتي كواجيليشن لو الدي دايمر فوق 2000. طيب هنيجي للأكسجين ثيرابي and management of hypoxemia، ودي يعني أهم حاجة في المحاضرة بتاعت النهاردة الحقيقة، إنه دي أهم حاجة لأنه ده الفيرست برزنتيشن وهو is a respiratory disease
ودي اكتر حاجه بيأثر عليها الريسبيراتوري فانكشن والهايبوكسيميا. فاحنا عايزين نبتدي بستيب وايز ابروتش شويه للمانجمنت اوف هايبوكسيميا. نبتدي بليفل 1 اللي هو النيزل كانيولا, which is something that we all aware of, وسهل وبسيط. النيزل كانيولا بتتظبط فلو اكسجين من 1 ل 6 لتر, وبتدي اكسجين برسنتج. احنا طبعا كلنا عارفين انه احنا بنتنفس هواء ربنا ده 21%, هي بتدي من 24% up to 40%. It's a very simple وبسيطه, والعيان بيقدر يتكلم والعيان بيقدر ياكل معاها. والله لو if this is satisfactory والعيان الديسنيا والهايبوكسيا اتحسنوا خلاص, يعني that's enough. لو ما فيش تحسن بنخش على level 2 which is the open face mask, وده برضو كلنا عارفينه وبنشوفه في الرعايات وفي المستشفيات وفي الريكفري رومز في اوضه العمليات. ده الفلو بتاعه اعلى شويه لان احنا بنبقى محتاجين نملى الريزرفوار ده كله, فالفلو بتاعه بيحتاج فلو اعلى من 5 ل 10 لتر, بس بيدي اكسجين برسنتج اعلى, بيدي من 40 to 60%. فده لو هايبوكسيميا ما تحسنتش بالنيزل كانيولا, وي جو تو ليفل 2 اللي هو الاوبن فيس ماسك. ليفل 3 از ذا نون ريبريذنج ماسك, وده شبه الاوبن فيس ماسك وذ اديشن اوف ريزرفوار. الريزرفوار ده بيبقى مليان, وانت اكشلي انت بتاخد اب تو 90% اوف اكسجين, بس بيحتاج فلو ريت اعلى شويه من 15 ل 20 لتر عشان نقدر نملى الريزرفوار ده كله اكسجين, فيبقى النفس ده كله جاي with 100% اكسجين, او يعني ما فيش 100% بس يعني approaching the 90%. وده برضو ليفل اعلى شويه من الحاجتين اللي قبل كده لو العيان مش مستريح على الحاجات اللي قبل كده. طيب خش في ليفل 4, وممكن نبقى كلنا سمعنا عنها وعارفينها, اللي هي نون انفيزيف فنتيليشن. نون انفيزيف فنتيليشن هو ماسك تايتلي كوابتد على وش المريض, مش بس بيديله اكسجين بكونسنتريشن عالي, لا ده بيديله كمان بريشر, والبريشر بيساعد على فتح الالفيولاي المقفوله, الاتلكتاتيك الفيولاي المقفوله, لانه الليجنز او الجراوند جلاس ابييرنس او الانفلتريشن اللي موجوده دي سببها اتلكتاسيس اوف ذا الفيولاي. فهو بيدي بريشر ان اديشن انه بيدي اب تو 100% اوف اكسجين, بيدي بوزيتيف بريشر تو فورس the closed alveoli to open. في منه كذا موداليتي. على فكره الصوره دي صديقي بعتها لي من ايطاليا, عيان ايطالي approaching the 80 years old and he was يعني الحمد لله عن non invasive ventilation, ما احتاجش invasive ventilation and he was good وامونه اتحسنت. يعني النون invasive ventilation في منه كذا نوع, في الاول واحد اللي شفناه اللي هو الاورو نيزل, في الثاني اللي هو الفول فيس ماسك, وده مستو ان هو ما بيبقاش فيه بريشر بوينتس على النيزل ريدج, البريشر بوينتس بتبقى متوزعه على سيرفيس اريا كبيره فما بتضايقش العيان. في نمره 3 الهلمت, ودي شكلها غريب شويه, حتى يعني ما هوش براكتس ستاندرد في مصر, بس دي اريح واريح للعيان. ليفل 5 بقى لو كل الماجرز دي فشلت هنخش على الانفيزيف فنتيليشن او الاندو تراكيال انتوبيشن وميكانيكال فنتيليشن. طبعا الصوره دي انا جبتها بس انا عايز اقول انها غلط, لانه هذا الدكتور الجميل مش بروتكتد بالفول بروتكشن بالبي بي اي اللي المفروض يعمله في بروسيجر زي كده, معرض ان يبقى فيه دروبلتس جايه في وشه. دي صورة المريض, كلنا أكيد شفنا endotracheal tubes وميكانيكال فنتيليشن سواء في الرعايات أو كده. الحاجة المهمة اللي برضو ساعات دكاترة بيقولوا لي عليها, إحنا عايزين نتعلم endotracheal intubation. أنا الحقيقة مش شايف إنه لو أنت مش في يعني لو أنت بره تخصص التخدير والرعاية المركزة, I don't think it's يعني واقعي إنه نتعلم endotracheal intubation, يعني لكذا سبب. أول حاجة الجايدلاينز بتقول إنه لازم the most experienced دكتور في النبطشية
يبقى هو او في الشيفت يبقى هو اللي يحط الاندوتراكيال تيوب. يعني لو في كونسلتنت ونايب, لا الكونسلتنت هو لازم يحطها عشان نقلل الريسك اوف ديسيمينيشن ونقلل وقت الترايل فنقلل السبريد اوف انفكشن. وعلشان عينه بيبقوا فيري كريتيكال فلازم يبقى الموست سينيور. انا مش شايف انه الاندوتراكيال انتوبيشن هو مهاره النون اي سي يو فيزيشنز المفروض يكتسبوها. في حاجات كتيره قوي زي ما احنا شايفينها احنا ممكن نتعلمها, ممكن نتعلم دايجنوزز, ممكن نتعلم تو مانج بيشنتس في الوورد, ممكن نتعلم ان احنا تو مانج بيشنتس ستيبل بيشنتس شويه في الرعايه المركزه. وهنشوف كمان ممكن كنون اي سي يو فيزيشنز ممكن نكونتريبيوت ونبارتيسيبيت ازاي في البراكتس ده. طيب طبعا برضو كل الناس كانت عايزة او يعني في ناس كانت متخيلة ان المحاضرة دي عبارة عن ventilation, وانا برضو مش شايف انه احنا نجو ديب قوي بالذات في المحاضرة الاولانية اللي هي ICU 101 ان احنا نجو to the depth قوي في الميكانيكال فنتيليشن, لانه actually في ناس اساسا ICU physicians مش قليلين they don't know المعلومات دي in depth. فانا هقول شويه معلومات بسيطه جدا تشوف ايه ما تشوفش ايه, ايه الحاجات اللي ممكن تعدلها وتلعب فيها لو انت مسؤول عن 2 3 4 عيانين تبقى ممكن تعمل ايه. لكن ان احنا كان نون اي سي يو فيزيشنز نحط نعمل انتروكيت انتوبيشن او نحط الانيشال سيتنجز او البرايمري سيتنجز بتاعه الفنتليتر, اي دونت ثينك ان ده واقعي جدا. والحمد لله انه طبعا ربنا يعني يديمها نعمه وان الحالات تفضل قليله كده. اي دونت ثينك انه حاليا الوضع ان شاء الله ما يوصلش لمرحله انه ناس يبقى عندنا نون اي سي يو فيزيشنز بيبقوا بدائل لدكاترة الاي سي يو, ان شاء الله ما نوصلش كده. عايزين نعرف بس كلمتين بساط جدا, وده اشهر فنتليتر الدريجر, ده اكتر فنتليتر موجود في مصر, فالبوسيبيليتي ان انت تخبط فيه او تشوفه في الرعايه عاليه جدا اراوند 60-70%, لان هو بيمثل ماركت شير عالي جدا في السوق المصري. ده الانترفيس بتاعه, لما هتفتح هتلاقي النوبز دي كلها. احنا عندنا اول نوب هنا هو هي الليفل اوف اكسجين, عندنا من 21% ل 100%. عندنا النوب اللي بعدها دي التايدل فوليوم, التايدل فوليوم ده برضو الرينج بتاعه احنا بنحسبه من 4 ل 8 ملي لتر بير ايديال بودي ويت. يعني العيان ال 70 كيلو, يعني 4 ده قليل شويه, ممكن نقول من 6 ل 8. العيان ال 70 كيلو ده بيبقى في رينج 400 لحد مثلا 500-550 تايدل فوليوم بتاعه, اكتر من كده ممكن يعمل هارم لللنج. الانسبيراتوري تايم ده الوقت بتاع الانسبيريشن, الاف دي ستاندز فور ذا فريكوينسي, وهنا مظبوطه على 10 في الدقيقه. مش مهم النوب دي, الرايز تايم دي مش مهمه, المهم قوي البيب دي مهمه جدا, البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. و تو بي اونست انا اعتقد انه فور نون اي سي يو فيزيشن الحاجات اللي ممكن يظبطوها ويلعبوا فيها بعد بشويه نوليدج بسيطه هي الاكسجين ليفل لو العيان هايبوكسيك, هي التايدل فوليوم وهنشرح تاني دلوقتي, هي الفريكوانسي والبيب. هما الاربع حاجات دول, البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. قبل ما نجو ثرو هنرجع تاني للسلايد بتاع الفنتيليشن وهنتكلم عليه اكتر شويه, بس انا عايز ندي بس بريف كده اندرستاندينج او بريف هنت كده للاي بي جي, الورقه الجميله اللي بتجي لنا الارتيريال بلاد جازز اللي فيها معلومات كتير قوي وفيها داتا كتيره قوي. احنا عايزين نبص على خمس حاجات في الارتيريال بلاد جازز, اهم خمس حاجات هيفيدونا في اللي احنا فيه دلوقتي ده. البي اتش, وكلنا عارفين ان النورمال فاليو بتاعته من 7.35 ل 7.45. السي او 2 النورمال فاليو بتاعه من 35 ل 45. البي او 2 اللي هو البريشر اوف اكسجين مش الساتوريشن, ده البارشل بريشر اوف اكسجين في الدم
ده من 80 ل 100 ده النورمال. البايكارب النورمال فاليو بتاعه من 22 ل 26، والاكسجين ساتوريشن ده من 95 ل 100 ده النورمال اللي كلنا عارفينه. طيب الخمسه فاليوز دول احنا عايزين بس كده ايه نريفرش كده او نعرف بيزك اندرستاندينج، عايزين نعرف معلومتين. اول معلومه ان البي اتش او نسبه حموضه الدم هي بتعتمد على البالانس ما بين حاجتين، ما بين البايكارب وما بين السي او 2. طبعا احنا كلنا عارفين ان البي اتش لما بيعلى بيبقى ده العيان ابتدى يبقى الكالوتك، ولما بيقل العيان بيبقى اسيدوتك. ف ال يبقى اذا لو البي اتش هو علاقه دايركتلي بروبورشن للبايكارب، فكل ما البايكارب بيعلى ده معناه انه البي اتش هيعلى، ده معناه ان العيان توردز ذا الكالوتك سايد. ولو السي او 2 عالي ده انفرسلي بروبورشن للبي اتش، فالسي او 2 كل ما يعلى البي اتش يقل فالعيان ده يبقى اسيدوتك. دي علاقه البي اتش بالبايكارب بالسي او 2 عشان بس نبقى فاهمين. دي اول معلومه. طيب تاني معلومه هي معلومه حاجه اسمها ذا بي اف ريشيو، ودي ريشيو مهمه جدا غير الساتوريشن اللي بيبقى موجود على المونيتورز. دي ريشيو مهمه جدا علشان نقسم العيانين هو بيقع في انهي كاتيجوري من الهايبوكسيميا او انهي كاتيجوري من الاي ار دي اس. البي اف ريشيو هي البارشل بريشر اوف اكسجين مش الساتوريشن اللي هو البي او 2 اللي احنا قلنا قبل كده اللي هو النورمال بتاعه في العيان الطبيعي اللي بيتنفس هوا ربنا اللي ماشي على رجليه من 80 ل 100. بي اف ريشيو هي البي او 2 على الفراكشن اوف اكسجين انسبايرد. النورمال فاليو بتاع يعني ايه الفراكشن اوف اكسجين انسبايرد؟ يعني العيان ده بيتنفس 20% ولا 30% ولا 40% ولا 50%. فهي علاقه ما بين البارشل بريشر اوف اكسجين او البريشر اوف اكسجين في الدم على نسبه الاكسجين اللي العيان ده بيتنفسها. النورمال فاليو بتاعتها فوق ال 300. طيب من 200 ل 300 بنقول ان ده مايلد اي ار دي اس، من 100 ل 200 ده مودريت اي ار دي اس او مودريت هايبوكسيميا، بلو 100 از سيفير فورم اوف اي ار دي اس. طيب عايزين نقول اكزامبل كده. اكزامبل 1 ده عيان نورمال بيشنت، واحد ماشي على رجليه يعني زينا كده، بريذنج روم اير. البي اف ريشيو بتاعته هتبقى كام؟ هتبقى 80 ل 100 اللي احنا قلناها قبل كده في النورمال فاليو على الفراكشن اوف اكسجين انسبايرد اللي هو 0.2، واحنا بنتنفس 20% اللي هو هوا ربنا، فعلى 0.2. ف 80 ل 100 على 0.2 تعمل 400 ل 500، وده النورمال رينج بتاع واحد سليم تماما ما عندوش اي تشست بروبلمز، بيروح وبيجي ومش عيان، وعشان كده قلنا النورمال فاليو فوق ال 300. طيب اكزامبل نمبر 2، بيشنت على فيس ماسك وعملنا له ارتيريال بلاد جازز، لقينا البي او 2 بتاعها 80. 80 ده ممكن نقول انه نورمال، ما هو 80 ده في النورمال فاليوز اللي فاتت دي نورمال، لكن لازم نبقى عارفين ان في علاقه ما بين البي او 2 اللي هو 80 ده والراجل ده بيتنفس اكسجين قد ايه. فلما نيجي نحسب له البي اف ريشيو هنلاقي الراجل ده على فيس ماسك يعني تقريبا الفراكشن اوف اكسجين انسبايرد 50%، ف 80 على نص 160. 160 ده يقع في المودريت اي ار دي اس، في الكاتيجوري بتاعه المودريت اي ار دي اس اللي هي من 100 ل 200. فعشان كده لازم ناخد بالنا من الراجل ده، هي مايت ديتيريوريت. مش بس الرقم مهم، لكن الايكويجن والعلاقه ما بين الاكسجين والراجل ده بيتنفس او بنديله اكسجين كام في الميه، دي علاقه مهمه جدا البي اف ريشيو. واكوردنجلي بعد كده هنعرف ان احنا نعدل في شويه حاجات بسيطه في الفنتليتور سيتنج. زي ما قلت احنا عندنا بارامترز كتيره وعندنا حاجات كتيره تو مونيتور، عايزين تو سمبليفاي. لو حضرتك هتبقى مسؤول عن 2 3 عيانين تو مونيتور اند تو ميك فيري سمبل اند بريف انترفنشن، دي هنعمل ايه؟ لما يجي عيان محطوط له هذه السيتنج بيتنفس 50%، تايدل فوليوم بتاعه 700، وريت والريسبيراتوري ريت بتاعه 10، والبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر ودي حاجه مهمه جدا 5، وهنقولها بعدين، ده البريشر
اللي بيفتح الالفيولاي. خمسة ده is the least اللي بنستخدمه. لو جينا نقول انه عيان ابتدى يديتيريوريت نعمل له ايه؟ طيب لو عيان ابتدى يبقى هايبوكسيك والبي اف ريشيو بتاعته اللي احنا بنحسبها المفروض ابتدت تديتيريوريت، هنبتدي نزود الفراكشن اوف اوكسجين انسبايرد باي 10%، يعني ال 50% نخليها 60. طيب لو طلع لسه الهايبوكسيميا والبي اف ريشيو بتاعته وحشه هنعمل ايه؟ هنزود البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر باي 2 مليمتر مركري، املين هوبينج ان احنا نفتح شويه الالفيولاي المقفوله فنحاول نحسن الاكسجين اكسشينج والاكسجينيشن بتاعه هذا العيان، وبنعملها ان ان الترنيتنج باترن. يعني لو العيان از هايبوكسيك اند ديتيريوريتنج، مره بنزود الاكسجين باي 10% ومره بنزود البيب باي 2 مليمتر مركري، لحد ما نوصل لسقفنا هنا اللي هو ال 100% اكسجين، مفيش بعد كده، او سقفك في البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو 15 مليمتر مركري. وده اقصى حاجه تقدر توصلها، لان بعد كده ممكن يبقى البريشرز دي زايده عليه وممكن تعمل له بريشر تروما او اللي بنسميها بارو تروما. طيب الحاجه الثانيه اللي ممكن نلعب فيها هي ايه؟ ممكن نلعب في التايدل فوليوم شويه والريسبيراتوري ريت. احنا عارفين ان جام حاصل ضرب التايدل فوليوم مع الريسبيراتوري ريت ده اللي بيعملوا حاجه اسمها مينت فنتيليشن. يعني انا بتنفس 500 في 10 او 12 في مثلا 10 مرات في الدقيقه، يبقى انا بتنفس في الدقيقه 5000 سي سي او 5 لتر. طيب لو لقينا في البلاد جازز اللي احنا قلنا قبل كده انه السي او 2 بتاعه بيعلى فوق ال 45، والسي او 2 لما يعلى احنا عارفين ان هو is an inversely proportional لل pH، هتلاقي ال pH بيقل، هنلاقي العيان بقى acidotic which is something that we want to avoid. طيب نعمل ايه؟ نحاول نزود شويه التايدل فوليوم ونزود شويه الريسبيراتوري ريت تو ا ليميت. الليميت بتاعنا في الريسبيراتوري ريت از 20، والليميت بتاعنا في التايدل فوليوم هو حاجه مهمه جدا، هو البيك بريشر. انت مش عايز البيك بريشر ده يوصل 30، اللي هو البي بيك البيك بريشر ده 23 هنا، انت ذا ماكسيمم از 30. 30 ده هو السقف السيفتي بتاعه العيانين، انه ده اكتر من كده البيك بريشر لما يزيد ممكن يعمل دامج لللنج بدل ما يعمل فايده لللنج. ف you can adjust the tidal volume as long as the peak pressure not exceeding 30 مليمتر مركري. ممكن تزود الريسبيراتوري ريت شويه لو انت شفت بلاد جازز لقيت السي او 2 بيعلى ولقيت البي اتش بي ال، فمعناه العيان ابتدى يبقى عنده ريسبيراتوري اسيدوزز، فممكن نزود شويه القصص دي. طبعا لو الموضوع is deteriorating وبسرعه بنكلم الكونسلتنت، بس ده الحاجات اللي ممكن نبقى independently نعملها ونموديفاي سيفلي بدون اي مشاكل. طيب عايزين نتكلم على المونيتورنج للبيشنتس، وبصراحه انا مش شايف انه المونيتورز اللي زي كده الادفانس مونيتورنج ده حاجه نقدر ان احنا نعممها للنون اي سي يو فيزيشنز. انا رافض هذا الموضوع تماما، ويو هاف تو سمبليفاي، لان انت ممكن تحتاج يبقى في، مش لازم دكاتره، مش دكاتره اي سي يو، ممكن يبقى في تستعين بدكاتره فيري جونيور، بتستعين بتمريض هو اللي تيكينج اوفر حاجات كتيره قوي في العيان، فكل ما هتكمبليكيت ثينجز في المونيتورنج ديفايسز كل ما هيبقى الموضوع صعب، واحنا مش عايزين القصه دي تبقى صعبه. احنا وي وونت تو سمبليفاي ثينجز، ذا فيري بيزك مونيتور هو ده المفيد وهو ده المهم اللي بيدينا انديكيشنز بسيطه قوي. البلاد بريشر، الاكسجين ساتوريشن اللي هو 98 ده، والهارت ريت. وي دونت وونت اكسترا مونيتورنج، بالذات لو هنعتمد على ناس مش اي سي يو فيزيشنز، او ناس الكواليفيكيشن بتاعتهم قليله، نواب صغيرين او دكاتره امتياز او تمريض او فدي حاجه مهمه قوي، انه البيزك مونيتور ده مع الكلينيكال سيمتومز وساينز اللي احنا قلناها از مور ذان انف ان انا اعرف العيان ده
بيديتيريوريت ولا بيتحسن، ولو بيديتيريوريت اقدر اعالجه ازاي بالليفلز اوف اوكسجين ثيرابي اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب في حاجه مهمه جدا 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 وكل العالم بيتكلم عليها دلوقتي، اللي هي البروم بوزيشننج في الاي سي يو، ودي حاجه من الحاجات المهمه كمان في المحاضره دي، لانها وجهه نظري يعني انه دي من الحاجات اللي ممكن النون اي سي يو فيزيشن يبقى شاطر فيها، لانه في جراحين كتير قوي هم they do prone عيانين في عملياتهم هم and they know how to make the prone position. دكاترة مسالك لو بيعملوا perk أو بيعملوا stone kidney، في دكاترة عظم لو بيعملوا spine surgery، في دكاترة جراحة أو تجميل لو بيعملوا حاجات في the back of the patient لو pyro needle sinus أو حاجات كده، يعني في جراحين كتير قوي I mean بيعرفوا يعني إيه position العيانين. والحقيقه ان البروم بوزيشننج ده الناس اتكلمت عليه جامد جدا في الاي ار دي اس عموما، لكن اتكلمت عليه ان سبيسيفيك في الادفانسد كيسز او الهايبوكسيك كيسز الريزيستنت السيفير هايبوكسيك كيسز في الكوفيد 19، لقوا انه كمان بيحسن قوي، مش يعني في سبيشال امفاسيس على البروم بوزيشننج في الرعايه، وكل البيبرز بتقول ان لازم العيانين الكوفيد بوزيتيف السيفيرلي هايبوكسيميك اللي مش بيستجيبوا يتحطوا بروم بوزيشن. طيب ايه القصه بتاعت بروم بوزيشننج، او ليه البروم بوزيشننج مفيد؟ هنرجع تاني للسي تي فايندنج اللي احنا شفناها في الاول، وعايزين نقسم طبعا احنا زي ما قلنا انه ده الانتيرير عشان بس ما ننساش، ده الانتيرير تشست وول، والحته اللي تحت دي ادي الفيرتبري والبوستيرير اسبيكت بتاع التشست وول. طيب في ليه الكوفيد بالذات بيستفيدوا؟ لان هم لقوا كاركترستيك مهمه جدا في السي تي فايندنج، انه الليجنز مينلي في البوستيرير اسبيكت. طيب ودي تفرق في ايه؟ تفرق ان في حاجه اسمها فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، ولازم الفنتيليشن يبقى ماتشنج مع البرفيوجن، يعني لو حته في اللونج برفيوزد لازم تبقى فنتيليتد، لو برفيوزد ومش فنتيليتد ارجع تاني مع عند السي تي. اللينك عندك كويسه؟ كان في مشكله في ال يس جو اهيد، في مشكله في الترانسميشن كده كويس؟ اتس جود اوكي. طيب عايزين معلش انا مش عارف احنا وقفنا فين، بس احنا عايزين نتكلم على الفايده بتاعه البروم بوزيشننج بالذات في عينين الكورونا. هنرجع تاني انه وجدوا ان الليجنز في البوستيرير اسبيكت اوف كويس. طيب لقوا ان الليجنز في go ahead لقوا ان الليجنز موجوده في البوستيرير اسبيكت بتاع اللونج زونز، وفي حاجه اسمها فنتيليشن بيرفيوجن ماتش او فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، معناها انه الحته الادكوتلي فنتيليتد شود بي ادكوتلي بيرفيوزد عشان يبقى فنتيليشن بيرفيوجن ماتشنج، الحته متفنتله كويس وصل لها اكسجين وفي نفس الوقت وصل لها معلش ثانية يا جماعة بس هنظبط النت 1 سكند ثانية. اوكي تمام تمام اوكي نرجع تاني نريزيوم. زي ما احنا قلنا انه البوستيرير اسبيكت اوف ذا لانج زونز هو اكتر حاجه افكتد، واحنا وكنا بنتكلم على الفنتيليشن بيرفيوجن
matching of ventilation perfusion ratio. هنقسم اللونج ل 3 زونز من الانتيرير للبوستيرير. عاده الحتت البرفيوزد هي بتبقى الحتت الديبندنج، فلو ده ظهر العيان والعيان بيبقى يوجولي نايم على ظهره، فالحته اكتر حته ديبندنت هي اكتر حته برفيوزد باي جرافيتيشنال فورسز، يليها الحته اللي في النص، واقل حته برفيوزد هي الحته اللي فوق دي باي جرافيتي. طيب اكتر حته برفيوزد للاسف في الاي ار دي اس وبالذات في الكوفيد 19 هي اكتر حته مش فنتليتد، لانها اكتر حته افكتد واكتر حته فيها اتلكتسز واكتر حته الالفيولاي مش بتشارك فيها في الجاز اكستشينج، ولذلك في مسماتش جامد جدا، وده بيبقى سبب الهايبوكسيميا. لو احنا قلبنا العيان برون بوزيشن وتخيلوا معايا المنظر، لو احنا قلبناه الحته اللي فوق الافكتد، لو احنا لو ده ظهره بقى فوق، الحته اللي فوق الافكتد هي اللي هتبقى اقل حته perfused by gravity، فهتبقى كده في ventilation perfusion matching، ان اقل حته ventilated اللي هي الافكتد بقت فوق فبقت اقل حته perfused، والعكس صحيح ان اكتر حته ventilated كويس بقت تحت، فدي ودي اكتر حته perfused، فهيبقى في ventilation perfusion matching كويس جدا، وده بيحسن جدا 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 الهايبوكسيميا، وكلام قوي جدا جدا عليها. وزي ما قلنا الحته اللي تحت دي is good perfusion بس bad ventilation due to lesions، الحته اللي فوق good ventilation but very bad perfusion due to gravity، فلما بنقلب العينين بيتحسنوا جدا. ودي من الحاجات البراكتسز المهمه قوي 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 في الكوفيد 19 وورلد وايد في العيانين، ودول بيتقلبوا لازم يتقلب مرتين في اليوم، يعني we don't put it 24/7، احنا بنحطه from 12 to 16 hours and then we return the patient back on his back يعني for the rest of the day، فده معناه انه بيتقلب مره ويرجع في نفس اليوم مره تانية. بره بيبقوا عاملين حاجه اسمها the prone position team، ليها team leader وليها members، والتيم ده بيبقى من 4 إلى 5 افراد، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن نون اي سي يو فيزيشن يبقوا مشاركين فيها. تخيل معايا لو احنا عندنا في رعايه في 5 6 7 عيانين فنتليتد وسيفيرلي هايبوكسيك ومحتاج اقلبهم توايس ديلي، فانا طبعا محتاج اكسترا هاندز ومحتاج بيرسونال، ودي حاجه مهمه جدا لانها محتاجه ناس فاهمه يعني ايه برون بوزيشننج، والناس فاهمه يعني ايه تشينج اوف بوزيشن، والبريشر بوينتس يعني ايه، وازاي اعمل ادكويت بادنج للبريشر بوينتس، والقصص دي كلها. طبعا الصوره دي اذا دامو ده عيان مش من كوفيد خالص، لان الناس مش لابسه الفول بي بي اي، ودورينج البروننج او الدي بروننج لازم الناس تبقى لابسه ذا فول بي بي اي. فبنبتدي اول حاجه بالبريبريشن فيز، ان احنا بنفصل كل حاجه من العيان، اللاينز لو اللاينز في النص الفوقاني من الجس بتبقى دايركتد لفوق، ولو في لاينز في النص التحتاني بتبقى بنعملها دايركشن لتحت. بنفصل كل حاجه ما عدا الاندوتراكيال تيوب، وهي ما بتتفصلش خالص during البرونيشن، بس بنفصل بقيه الحاجات الا لو في حاجه مهمه زي فازو اكتيف دراجز ادرينالين او نور ادرينالين، دي بنخليها طبعا during البروسس. فاول حاجه هي البريبريشن، وان احنا نجهز التيم ونعرف كل واحد هيعمل ايه واقف فين. نمره 2 securing the airway and lines، زي ما قلت ان احنا كل حاجه بتبقى لوس، بنشيل اي حاجه unnecessary، اي توصيلات مش مهمه زي الاي سي جي زي الاوكسيمتر بلا بريشر، الحاجات دي كلها بنشيلها، ما بنخليش غير الانتراكيل تيوب والامرجنسي دراجز لو موجوده. نمره 3 padding of the pressure points، والصوره دي بس عشان نبقى فاهمين العيان لسه ما اتقلبش، ده العيان لسه على ظهره، بس بنحط البادز على الاكسبكتد بريشر بوينتس لما هيتقلب، وعاده هما بيبقوا على الفيس والابر تشست والابر بارت اوف ذا هيبس. رابنج، وده مهم قوي، ان احنا بنحط عليه ملايه وبيبقى من تحتيه ملايه بس مش اتاتشد للسرير، و بنعملها بالشكل ده ان الملايتين بنعمل لهم رولينج كده على بعض بحيث ان العين يبقى اكستريملي تايت، اقدر امسكه من الادج ده والادج ده،
is not loose inside. And I'm rolling the two blankets on each other. فبحيث العيان يبقى فعلا tight and firm inside the compartment. Horizontal movement. بزق العيان. أنا لسه ما قلبتش حاجة خالص. أنا بزقه زي ما هو على ظهره away from the ventilator. Horizontal movement away from the ventilator. لأن ما هاجي أقلبه هيرجع تاني قريب من الفنتيليتور عشان ما يحصلش endotracheal tube accidental removal. فبنمشي away from the ventilator in a horizontal movement. And then الناس on the right side of the coordinator هم أو القريبين من الفنتيليتور I mean يعني هم بيبقوا إيديهم بتبقى تحت والتانيين بيعملوا lateral rotation أو lateral tilt لفوق towards the ventilator. الفنتيليتور بيبقى on the right side of team leader يعني. And then the pronation is complete. وفي الآخر خالص the final position مبين وصل بقى كل حاجة نطمن الدراعات محطوطة comfortably جنب العيان ممكن الدراعات تتحط جنب العيان هنا ممكن تتحط in the swimming position هنا نوصل بقى كل التوصيات اللي كنا شلناها نتأكد من the adequate padding of the patient وده the prone position وده من الحاجات المهمة جدا وأثبت إن هو is extremely effective في hypoxic patients في COVID-19 ودي من الحاجات اللي non-ICU physicians ممكن فعلا يشاركوا فيها ويبقى هم مسؤولين عن القصة دي طبعا من الحاجات التانية المهمة جدا as a part of a CPR team ودي حاجة مهمة جدا انه CPR team ده team كبير بيبقى فيه team leader وبيبقى فيه واحد مسؤول عن documentation وبيبقى فيه واحد مسؤول عن chest compression او اتنين بيبدله بيبقى فيه حد مسؤول عن ال IV access while giving the drugs فممكن يبقى as a part of the CPR team طبعا ربنا يبعد عننا الشر بس he could easily fit inside the CPR team with very basic training of CPR ومن الحاجات المهمة اللي لازم نقولها في ال CPR ال special consideration في ال COVID-19 طبعا ان احنا ما فيش face mask ventilation لازم طبعا full PPE يبقى لابس طبعا ده صورة demo لازم full PPE We try to avoid the face mask, the bag and face mask ventilation would proceed into endotracheal tube لو مش محطوطة عشان for risk of dissemination of infection. طيب. Let's summarize كده the key points اللي احنا اتكلمنا فيها وأرجو ان احنا ان انا بقاش طولت عليك وما بقاش يعني ما بقاش تقيل يعني. Let's summarize كده الكي بوينتس او الحاجات المهمة اللي لازم نطلع بيها او knowledge اللي نطلع بيه من اللكتشر دي اول حاجه الدياجنوزز واحنا اتكلمنا على الدياجنوزز من اول بي سي ار للكلينيكال برزنتيشن وايه الحاجات البرزنتيشن المهمه واللابز والايمجنج الريسك سيرتيفيكيشن ده مهم قوي باللابز وبالسيمتوماتولوجي لو الحاجات اتدهورت بالنيو ريشيو زي الان ال ار النيوتروفيل ليمفوسايت ريشيو كوركت يوز اوف بي بي اي مهمة جدا 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 الفريق الطبي هو أهم حاجة في المنظومة دي عشان ما يعياش ويفضل effective وما يعديش ناس تانية زمايله أو يعديش عيانين تانيين Oxygen therapy بأنواعه من أول level A level 1 لحد الاندوتراكيال intubation والميكانيكال ventilation basic understanding of the ventilator monitoring and follow up of patients زي ما اتكلمنا the prone positioning and the CPR At the end, we can't stay home لأنه إحنا دكاترة ولازم نضطر نعالج العيانين but we can stay safe بال precautions اللي إحنا قلناها. Thank you so much. يعني أنا بشكر دكتور محمد بجد it's been a very educational and يعني يعني راب كده presentation وانا I guess ان انا والparticipants الموجودين احنا عددنا حوالي 232 participant we enjoyed it احنا عندنا بعض الاسئلة انا هقرأ السؤال وممكن الدكتور محمد يقول لنا حاجة كده يعني في بعض الاسئلة بيقول what is the time for the patient to be in prone position
حلو جدا. prone positioning ده بعد لازم مبدئيا العيان يبقى severely hypoxic. السؤال ده حلو جدا لانه prone position هو ما هوش اول حاجه الحقيقه. هو احنا الاكسجين ثيرابي زي ما قلنا بنبتدي بليفل 1 2 3 4 5 اخر حاجه هو الانفيزيف فنتيليشن. انفيزيف فنتيليشن بيبتدي نزود الاكسجين بنبتدي نزود البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر تراينج تو اوبن الالفيولاي المقفوله. ما زال العيان هايبوكسيك, ما زال باي ديفينيشن البي اف ريشيو اقل من 100. الحقيقه ان البرون بوزيشن في قبلي حاجه ان احنا بندي مصر ريلاكسنت للعيان هوبينج انه يتحسن. ما تحسنش we have to try the prone position immediately. فالprone position severe ARDS PF ratio تحت المية. We tried sedation and muscle relaxation, no improvement, prone positioning immediately. بس مش من الأول الحقيقة, لأنه برضو prone position لها risks, يعني removal of lines و accidental extubation وحاجات كده. عندنا سؤال تاني, انا مش عارف يعني ده ممكن يبقى سؤال. في حد بيسال على الـ H سكور. الـ H سكور, الـ H سكور ده سكورينج سيستم محطوط for the severity of patients في الرعاية المركزة. هو كذا حاجة انا ممكن مش فاكرهم دلوقتي, بس في منهم الـ temperature لو فوق 38.5 هي لها جريدنج, يعني لو فوق 38.5 بياخد سكور كذا, لو فوق 39 بياخد سكور كذا, هي في جدول يعني. presence of organomegaly, بياخد immune suppressive drugs ولا لا, شويه تحاليل بقى according لعلوها بياخد سكور اعلى زي ال LDH, الفيريتين, الدي دايمر والليفر انزيمز. مش فاكر بقى ايه تاني, بس هم دول اهم حاجات. هو جدول بتاخد فيه سكور. طيب معظم الناس لقوا انه السكور العالي ده معناه ان العيان ده عنده انفلاماتوري ريسبونس عالي, فمعناه ان السيتوكاين ستورم عاليه, فهنبتدي بادويه اميونو سبريشن. ودي حاجه غريبه انه المفروض انه ما اديش اميونو سبريشن في عيان انفكتد, لكن لقوها في العالم كله اللي هو التوكليزوماب او ميثايل بريدنزولون. لو التوكليزوماب مش موجود بتحسن جدا الانفلاماتوري ريسبونس والانترلوكن اللي طلع, لان هي دي سبب دهوره العيان والديتيريوريشن بتاعته. الانترلوكنز والسيتوكاينز والانفلاماتوري ميديريتورز بكميه رهيبه هي دي اللي بتعمل دامج. فالاتش سكور هو سكور تو categorize the severity of the patient في الرعاية المركزة, ما بيتعملش للمريض في البيت أو في الوورد. اوكي. واكوردنج للاتش سكور, أنا آسف يا دكتور عمرو, واكوردنج للاتش سكور أنت بتدي دواء. يعني لو اتش سكور فوق ال 169 أنا بخش بالأنتي انترلوكين 6, أو لو مش موجود بالكورتيكوستيرويد ميثايل بريدنزولون. اوكي. احنا عندنا سؤال من دكتور شريف حقي. صديقي العزيز شريف, صديقنا العزيز. وبعدين انا بس عايز اقول على حاجه, ومش عشان دكتور شريف صديقي, بس دكتور شريف is doing a great job in the UK. دكتور شريف حقي يمكن ناس عارفاه ويمكن ناس مش عارفاه, بس هو is بشهاده الناس اللي هناك, يعني single handedly يعني is يعني شايل الاسم من الاخر كده, ف is working او يعني is operating الاسبوع اللي فات على كميه حالات كوفيد بوزيتيف, وربنا معاه. وستي سيف يا شريف, واحب طبعا اسمع منه يعني الاسئله. يعني انا هقول لك, بس هو اكيد شريف سمعنا دلوقتي, وانا احنا سعداء ان شريف وناس كتيرة تانية موجودين معانا. بس شريف لما كنا قاعدين بنتكلم معاه وقاعدين بننعي حظنا اننا في الفيز والايرا بتاعه الكوفيد 19, فشريف حقي قال لنا جمله انا اي لايكت ات فيري ماتش. احنا قعدنا انا ومحمد حسين نرص مقاسي الحياه, بس شريف تولد اس ان كوفيد هاز جود ثينجز, ان هو ات برود ذا بيبل تو سيت توجذر,
وان هو somehow might unify the people together. عمرنا ما كنا هنتجمع الجمع الحلو اللي احنا قاعدينه دلوقتي ده اللي هو ال 230 240 واحد. فهو نوز يعني جايز ان نطلع من الكوفيد بحاجات كويسه. شريف حقي بيقول لك الاتي, بيقول لك thank you for an excellent presentation. I work in London as a surgeon. We have a horrible surge of cases. I don't find myself comfortable to manage the ventilator setting, but I'm happy to help with probing positions, probing positioning, central lines, arterial lines, and so on. I will be looking after a pod with 12 patients. What are the alarm signs on a ventilator that would require to escalate to an ITU physician? يعني شريف اول حاجه شريف هو عنده نوليدج, انا كنت لسه بتكلم معاه هو عنده نوليدج في الاي سي يو خلاص. هو عارف الاجابه ايه؟ هو بيبقى عارف احسن مني الحقيقه. anyway let's يعني جاوبها لنا من فضلك. طيب الالارم صح, دي من الحاجات المهمه جدا. لو انا if I'm a non ICU physician and مسموح لي او يعني allocated ليا شويه عينين manage, طبعا انا ليا اكتر من كده لازم I call for an ICU physician. الالارمينج ساينز طبعا دي saturation despite ان انا استنفذت كل التريكس والحيل اللي عندنا ك non ICU physician ان انا وصلت ل FiO2 100%, مفيش اعلى من كده, بيب فوق ال 15 برضو مش عارف اعمل ايه. فانا استنفذت كل الحيل وما زال الاكسجين ساتوريشن بتاعي تحت ال 90 وما زال بي اف ريشيو بتاعي قليل. انا ام فيلينج ذات ذا بيشنت از ديتيريوريتنج. الحاجه الثانيه المهمه الهيمودايناميك انستابيليتي, لان الهيمودايناميك انستابيليتي ممكن يبقى فيها كذا حاجه. ممكن يبقى فيها هل ده فازو دايليتيشن من السيفير انفلاماتوري ريسبونس ولا ده pump failure او myocarditis او myocardial injury, وده برضو بيحصل من inflammatory response. ف we have to differentiate when I don't think إن يعني محتاجة حد شوية specialized انه differentiate لان العلاجات مختلفة. انا حدي حاجة inotrope وانا عندي pump قليلة, او حدي حاجة vasoconstriction vasoconstrictors او vasopressor لو هو vasodilatation. الحاجة التانية alarming signs طبعا على الفنتليتر لو انا عندي البيك بريشر بيعلى وانا بقلل التايدل فوليوم عشان البيك بريشر ما يعلاش وما زال البيك بريشر عالي وانا اي فيل ذات ايم نوت ادكويتلي فنتليتنج ذا بيشنت. دي من الحاجات اللي برضو لازم نعمل فيها ايه. ممكن نعمل بقى حاجه اسمها ريكروتمنت مانوفر. ده مانوفر بنحاول بندي بريشر عالي جدا بس شود بي دون باي ان اي سي يو فيزيشن, لان ممكن لو اتعمل مش صح ياذي العيان. ان انت بتدي بريشر عالي جدا for a very short period of time بتحاول تفتح الاتلكتات الفيولاي aiming انه يتحسن العيان والبيك بريشر يقل والاكسجينيشن يتحسن. طبعا في more advanced things زي الاكمو مثلا, يعني ابتدينا في مصر لو العيان عدى بقى مرحله الفنتيليشن وال muscle relaxant والسيديشن والبرون بوزيشننج وحاجات كتيره قوي, ممكن نخش في حاجه زي الاكمو. ودي بتبقى سبيشاليزد تيم, اكمو تيم بيجي يحط العيان ده. الاكمو ده ببساطه هو جهاز اكسترا كوربوريال زي جهاز الغسيل كده, بس مهمته انه بياخد الدم من العيان يأكسجينيت ويرجعه له تاني, فبيساعد على ان احنا نرست اللونج شويه, ما نعملش عليها لود, نهديها خالص وما نستخدمهاش في الاكسجينيشن. خلاص اهدي بقى اللونج الانجر دي تهدى خالص وتبقى لفت انها تتحسن او تهيل, واحنا هنأكسجينيت الدم بتاع الجسم اللي بيوصل للأورجنز كلها عن طريق الجهاز الاكسترا كوربوريال ده جهاز الممبار. فدي حاجات كتيره يعني هايبوكسيميا ريفراكتوري لكل الحيل والتريكس اللي انا كواحد مش متخصص قوي بيعملها. الارمز على الجهاز زي من اشهرهم البيك ايرواي بريشر عالي, ديتيريوريشن في الهيمودينامكس, حاجات كتيره قوي. طيب دول اهم حاجات ودول لايف ثريتنينج يعني. طيب انا عارف ان احنا سعداء ان وانا ممكن شريف كمان هو اللي يضيف, لان شريف شاف عينين كتير قوي. فانا انا نفسي اسمع الاكسبيرينس بتاعته والناس كلها تستفيد الحقيقه. دكتور شريف انت you can talk if you want, unmute yourself and if you give us your opinion على يعني احنا نحب نعرف رايك في الكلام اللي محمد قاله, ونحب ان احنا نستفيد
in short بالexperience اللي انت عندك في الأطلنطا. انا مش عارف انتوا سامعيني كده ولا لا. سامعينك زي الفل. الحقيقه مبدئيا عايز ابتدي بان البرزنتيشن رائعه، انا استفدت جدا. انا ما عنديش اي حاجه افيد بيها اي حد، بس انا الحقيقه الان في منتهى القلق. يعني انا بادئ من يوم الاثنين اللي جاي هبتدي كانتنسيف كير فيزيشن. كنا في الاول قالوا لنا ان انتوا هتبقوا جونيورز، وبعد كده قالوا لنا ان انتوا هتبقوا حاجه زي الميد سينيورز اللي هو الميدل جريدز، وبعد كده قالوا لنا لا احنا we're going to lead a pod، بمعنى ان انا هبقى مسؤول عن المرضى وبعد كده اسكليت لاي تي يو فيزيشن لو في مشاكل. فمن ساعتها عايز اقول لك ان انا يعني قاعد ببلس بتاع 130 ومش بنام. الموضوع بالنسبه لي قلق شديد، يعني انا ما كنتش متخيل الموضوع الامور هتوصل لكده. تحولت من ان انا بني ادم مش مصدق في الكوفيد ومقتنع ان هو مؤامره، لان انا كل مرضايا كوفيد، لان انا كل عملياتي كوفيد، لان انا دلوقتي هبقى دكتور رعايه. فالموضوع مسبب لي قلق رهيب. محمد او حمود يعني البرزنتيشن رائعه ومفيده جدا، ولكن ان انا ابقى قاعد بمانيبيوليت فنتليتر دلوقتي الموضوع الحقيقه بالنسبه لي سخيف جدا يعني، واكيد بالنسبه لاي حد من السامعين. انا متاكد وبنسبه 1000% ومش بطمن الناس فورسلي او عايز اعمل فيها وطني، بس الامور في مصر مش هتوصل لكده خالص. احنا النهارده يتهيألي ان احنا بعد موضوع الاسبوع بتاع البيك اللي كل الناس عماله تتكلم عليه، مش معقول احنا قاعدين بنجري ورا الاسبوع البيك ده، بقى لنا دلوقتي شهر تقريبا. سمعني كده عمر؟ سمعك. فانا مقتنع ان الامور مش هتوصل كده في مصر خالص، وان شاء الله الامور هتبقى في ايدي الناس القائمين على الموضوع ده في مستشفيات العزل او alternatively في المستشفيات الاخرى اللي هو هيتعاملوا مع حالات قليله. ولكن الامور مش هتوصل ان احنا في مستشفى جامعي نبقى من كل حالاتنا النهارده كوفيد. فانا استفدت جدا من البرزنتيشن دي فعلا، ومش بقول كده عشان محمد صاحبي او عشان انت صاحبي اطلاقا يا عمر، ولكن هي فعلا مفيده. ولكن ما حدش النهارده at this stage عايز يلاقي نفسه بيعمل اي حاجه هو مش كومفورتبل ليها. ان شاء الله حتى لو انا بكلمك على دكتور جراحه عامه بيبتدى يعمل حاجه في مثلا زي سبليت تكنس كين جرافت اللي هي ابسط حاجه في جراحه التجميل اللي هو اتعلمها وعمل كل حاجه مش عايز يعملها، فما بالك ان انا بخش في تخصص تاني. فالحقيقه يعني ربنا يعدلنا البانديميك ده على خير، بالذات في بلد زي البلد اللي انا فيها دي النهارده اللي هي الحقيقه الامور فيها بتتفاقم وبتزيد. الحمد لله ده ريتس كنترول، ولكن اهو المستشفى الميداني محتاجه ناس، وهم ذا ابوينتد سيرجنز لان احنا كل عملياتنا الالكتيف وقفت. انا النهارده استفدت جدا من حاجات يعني الليمفوسايت ريشيو اللي حمودي قاله النهارده ده من الحاجات اللي هي ما حدش بيذكرها هنا قليل جدا. It is one of the best presentations I have received about intensive care preparation من ساعه الموضوع ده، وجود اوفرول فيو من الاول خالص وبالسي تي سكان فايندنجز. انا بس هنقل نقطه واحده بس لزمايلي من الدكاتره اللي سامعيني، يمكن يكون منهم بعض الناس اللي هم ما هماش عايزين ياخدوا انتنسيف كير تريننج، لان ان شاء الله انا ببقى متاكد ان مصر مش هتوصل ان احنا نحتاج انتنسيف كير فيزيشنز يساعدوا اللي موجودين اوريدي. ولكن احنا النهارده من ساعه ما ابتدى البانديميك ده عندنا، ومن ساعه ما دخلت لنا اول حاله، كل حاله عشان نعمل لها جراحه بنعمل لها سي تي تشست اس بير جايدلاينز. اي حد بنعمل له سي تي تشست النهارده يا عمر ومحمد بيطلع كوفيد بوزيتيف. الموضوع بقى يعني مأساه، وبعد ما يطلع كوفيد بوزيتيف لازم انا اخش البس اللبس بتاع ستار وورز ده عشان اعرف اعمل له عمليه، وافضل قاعد في الموضوع ده. العمليه لو بتاخدني ساعتين باللبس ده الحقيقه بتاخدني اربعه، وما بالك بقى بعمليات الطوارئ بتاعه بقى بيرفوريشن ولا ديزولايسس ولا هارت مانس في عين تخين. كل وانس كوفيد ستارتس ان هوسبيتال every single patient becomes covid. وده اهم سلايد الحمودي، وانا خدت له سناب شوت وهو سلايد الرابع ولا الخامس في الاول، ان هو consider every patient as a covid positive patient. واحنا اول لما ابتدى عندنا البانديميك كلمنا الدكاتره، طلعنا في ويبينار زي اللي انت عامله النهارده ده يا دكتور عمر ويا محمد، والله يا عمر زي ما بقول لك قالوا لنا اول حاجه قال لك beware of the non covid patient more than the covid patient and deal with every patient as if it's covid. والكلام ده صح 100%، لان انا لو ما كنتش عملت كده والله كنت هبقى بكلمك وانا راقد بفيرال لود ابن لذينة. الحمد لله ربنا سهل لنا، واتمنى من كل الناس اللي سامعيني ان هي تتقي الحذر في موضوع البي بي اي ده وتلبسه بزياده وتبقى مخليه بالها، عشان الدكاتره بيتساقطوا زي ورق الشجر.
القسم بتاعنا من الجراحين فيه 18 جراح في أول أسبوع، كان عندنا 4 جراحين بس هم اللي شغالين، واحد فيهم أنا. فغالبا الجينات المصرية عاملة شغل، والحمد لله ربنا ستر علينا وربنا كمل لنا كده. ربنا يحفظك بجد يعني ثانك يو يا شريف. واحنا انت شخص الواحد بجد يعني، وجودك معانا النهارده ووجودك في انجلترا يعني احنا يعني ثانك يو وميرسي على يعني على جيفينج اس اول ذا تايم. شريف ان انت يعني سمعت المحاضره دي، وثانك يو سو ماتش بجد حبيبي، ربنا يخليك، وانا استفدت وثانك يو فيري ماتش، وان شاء الله يعني جود لك ان شاء الله، ويعني ممكن نبقى فاتحين اوبن شانل لو عايز يعني. حبيبي ربنا ينفع عليكم يعني، وربنا يخليكم. شكرا، ثانك يو يا شريف، باي باي. خسر عمر، ثانك يو بروفيسور عمر. محمد عندنا سؤال فيري انتريستينج كويستشن من الدكتور علاء مصباح، بيقول لك what about pregnant patient if she's in need for ventilation, any experience about that. بعدين هيسألك حتة مهمة جدا على ال prone position. also prone position ما توصف pregnant patient، ده أول حاجة. لا قول تاني معلش. prone positioning ما توصفش في ال pregnant patient، وما فيش ولا pregnant patient عمل لها proning، ده مبدئيا. بالنسبه لل pregnant patients انا يعني انا مش فاهم يعني، هي هتتعامل معامله الكوفيد العادي خالص، هي على الفنتيليشن. الفنتيليشن لو احتاجت فنتيليشن عادي خالص. اوكي، ايه الحاجات اللي طبعا it will يعني it's more challenging، لانه عندنا gravid uterus بالذات لو في الاسابيع الاخيره بيأد للمشكلة اللي عندنا، بيأد للتشيست طبعا يعني، ربنا يكون في عونها لو هي وصلت لمرحلة الانفيزيف فنتريشن يعني، بس وما توصفش بروم بوزيشنينج في البريجننت يعني. طيب عندنا سؤال من الدكتور حسام غنيم. الدكتور حسام سائل كذا سؤال، فيهم سؤال بيقول لك any scientific rationale for the use of vitamin C zinc and vitamin D as prophylaxis or in suspected mild cases. اتعمل ستدي على الاميون بوسترز على ثلاث حاجات. انا ما شفتش الزنك، بس شفت على فيتامين سي اب تو 3000 ملي جرام ديلي، وشفت على فيتامين اي اب تو 800 ملي جرام ديلي، وشفت فيتامين بي 6 اب تو 50 ملي جرام ديلي، ودي سوبر نورمال دوزز، وما كانش حقيقه في اي بنفيشال نتائج. لكن at the end of the day they are vitamins في الأول وفي الآخر يعني، قصدي ممكن ناخدهم يعني. فالنتائج بتاعت الثلاثة دول ما كانوش they didn't show فرق الحقيقة. طيب عند دكتور حسام بيسأل سؤال تاني، can we get atypical COVID infection with only GIT symptoms؟ ممكن طبعا. without pulmonary symptoms or findings but fulfilling all other criteria من CRP D dimer ferritin and negative PCR. ممكن طبعا. خد بال حضرتك الـ sensitivity بتاعت الـ CT chest is الـ findings المجمعة التلاتة ممكن توصل الـ sensitivity to 80 أواخر التمانينات 90%. ف that is always مفيش حاجة 100%. والحقيقة إنه المرض ده مرض غريب جدا وملوش أي pattern. وانا كنت لسه النهارده ويمكن امبارح بتكلم مع حد زميلي دكتور اسماعيل فتح الله، ده كونسلتنت عظم في انجلترا. هي ديسشارجد 3 عيانين كوفيد 19 عاملين عمليات عظم، واحده فوق ال 90 سنه، واحده 77 سنه، واحده 74 سنه، ديسشارجد وزي الفل وما فيهمش اي مشاكل كوفيد 19. محدش فاهم ايه القصه، ثيوريز كتيره جدا. فإن يبقى عنده abnormal presentation دي حاجة أنا ما استبعدهاش، فشري إن الـ GIT symptoms سواء كانت nausea أو vomiting أو diarrhea مش قليلين قوي، مش زيرو، هما 5%، فده مش رقم قليل يعني. طيب عندنا سؤال تاني، ثانية واحدة. كان في حد بيسأل على ال NLR اللي هو نيوتروفيل لينفوسايت ريشيو، يعني كانت محتاجة نوع من أنواع الإيضاح اللي هي نوع السيد.
النيوتروفيل لينفوسايت ريشيو ده اتس ا بروجنوستيك تول سهله وبسيطه والسنسيتيفيتي بتاعتها مش وحشه اتس اباف ال 85% و اي ثينك انه معظم الناس بنعمل سي بي سي يعني والديفرنشال فدي ما هياش حاجه برضو صعبه. احنا بنقسم النيوتروفيلز على الليمفوسايتس ولو الفاليو بتاعت اسم ده على ده طلعت اكتر من 3.13 ودول لقوها بالستاتستكس لقوا ان الرقم ده از ذا كات اوف فاليو ان فوقيه بيبقى العيان ات ريسك او البروجنوزس بتاعه اوحش او خد بالك منه او لو انت هتقعده في البيت لا يستحسن توديه المستشفى او لو هتوديه او لو هو في جنرال وورد لا ابجريد الميديكال سيرفيس لاي سي يو. لقوه انه اتس بروجنوستيك اند وان اوف ذا ماركرز او مش ماركرز وان اوف ذا الريشيوز اللي بتستراتيفاي العيانين. طيب احنا انا 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 معانا انا I would like to have the comment زي ما كده كان معانا الدكتور شفيف حقي من انجلترا. احنا معانا زميلنا الدكتور ابراهيم الزيات استاذ الجراحه وهو يعني حبيب. كان نقيب اطباء الداخليه وحاليا هو عضو مجلس النقابه العامه فهو جايز رؤيته للوضع الطبي اللي في مصر. وابراهيم بطبيعه الحال هو معانا. دكتور ابراهيم انت معانا صح؟ دكتور ابراهيم باذن حضرتك اهلا بيك يا بيه. اهلا بيك محمد نورت. طيب هو في الاول بس انا لازم اشكر دكتور عمر على المحاوله الجيده اللي اتعملت وانا بعتبرها ستارت كويس جدا وما اعتقدش انها هتقف عند كده دكتور عمر. اعتقد ان it will be need to be updated and upgrading. الحاجه الثانيه ان شاء الله الحاجه الثانيه بروفيسور محمد حسين يعني الحقيقه انا كنت ناوي اقول لحضرتك انها فيري جود برزنتيشن تو اكسلنت لان انا استفدت منها لكن احسن الكلام اللي جالي احسن من كده اللي جالي ان انا استاذن دكتور عمر ان انا اعمل بروموشن لان يدخل يونج جينيريشن في الـ يسمعهم ويشوفوا اساتذتهم بيعلموا الناس ازاي. فانا كان معانا شباب من الامتياز وشباب من الدفعه سنة 6 و5 طب والحقيقة الفيدباك اللي هم بيبعتوه لي على الخاص تحفة. يعني هم البساطة اللي انت شرحت بها دكتور محمد والتغطية الأوفرهيد الفوق اللي قدرت توضح as simple as possible لشباب صغيرين انها توصل لهم I think it is a very good parameter للإنديكيتور للبرزنتيشن الهائل اللي حضرتك عملتها. أنا خلي حضرتك يا دكتور إبراهيم ربنا يخليك. لا انا مش انا بنقل بس انا جاست ترانسميت اللي حصل فعلا. الحاجه المهمه جدا بقى اللي انت قلتها برضو واللي قالها دكتور شريف حقي من شويه ان لازم انبه اخواتي وزمايلنا كلنا ان هم يبروتكت زيم سيلف وهم بيشتغلوا مع كل العيانين ايا كان ايا كان هم هيتعاملوا مع كل اللي بيجوا بحرفيه وبذوق وبهيومانيتي علشان برضو ما يخوفوش الناس ولا يبعدوهم. كلنا في مركب واحد وكلنا المفروض بنفولو وان سيستم علشان نقدر نجتاز المرحلة الصعبة اللي احنا فيها واللي ربنا سبحانه وتعالى مساعدنا فيها كتير جدا ان مصر الحقيقة ما مرتش بظروف بلاد كبيرة مرت بيها الحقيقة على خير يا بيه. يا رب يا رب يا رب برضو ناخد بالاسباب عشان نساعد اللي ربنا بيساعدنا دي. البروتكشن للناس مهم جدا زي ما حضرتك شرحته. مهم جدا كمان الفريق الطبي زي ما انت زي ما الدكتور شريف قال ياخد باله كويس عشان دول الكنز بتاعنا اللي موجود دلوقتي واللي مش عايزين نقلل منه. الحاجه الاهم اللي حضرتك برضو بوضحتها ليهم ان يو كان ديل وذ كوفيد 19 ونطلع بنتائج كويسه وبسيمبل مانوفر. هو ده المهم ان الناس كانت مخضوضه يعني ايه اي سي يو مخضوضه يعني ايه فنتليتور مخضوضه يعني ايه ريسبيرتوري سيمتوم هيتعاملوا معاها و 90% من الاطباء ما يعرفوش الكلام ده ما يعرفوش يتعاملوا معاه. طبعا احنا دكاتره الاي سي يو للاسف في مصر عددهم قليل ما هماش ودول الكريمه اللي موجوده دلوقتي. فالناس زي ما حضرتك شرحت محمد محتاجين جدا ان كل الفرق الطبيه تبقى سبورتيف للقصه بتاعه الاي سي يو بروتكشن الاير واي. توفيق واحنا ويتنج ان دكتور عمر كنت استاذنته في الريكوردنج فهو قال ان هو هيريكورد ودي انا كنت عايز اعلق دلوقتي. انا جاي لي كومنتس من ناس كتير على البرزنتيشن. الجماعه بتوع روش مشكورين احنا بنريكورد البرزنتيشن
and we will make it available بالديسكشن اللي بعدها كمان لكل الناس. اوكي ممكن يبقى لها مثلا تنزل على اليوتيوب وفي لينك نبعته لكل الناس يقدروا يتفرجوا. انا احنا هنجتهد ان احنا يعني نشوف دي نقدر ناخدها النهارده ولا بكره as soon as we can and we will make sure ان هي توصل لكل الناس, واهم حد انت طبعا لان انت يعني الناس كلها متصله بيك في كل مصر. كلنا نبروموت علشان نقدر نعمل خدمه لبلدنا. او الحقيقه والله لا بالمره الثانيه بشكرك يا دكتور عمر على الفكره وعلى التنفيذ. ده يعني المجهود كله للدكتور محمد, يعني انا ضربت فكره كده وهو اللي عملها حلوه. محمد ده مش جديد عليه الحقيقه يعني. ربنا يخليك ابراهيم. وبشكر روش, وبشكر روش انها ادت الفرصه للناس ان هم يكونوا افيلابل على وقتك بجد يعني. ربنا يخليك على كلام كويس. شكرا دكتور محمد. هناخد كام سؤال كده ونحاول نجاوب بسرعه. ستيرويدز was absolutely controversial but now some studies are supporting early steroids. هي ما زالت controversial بصراحة, والstudies عليها controversy جامد جدا. في two types of steroids. الناس بتتكلم على الهيدروكورتيزون اللي هو السوليوكورتيف, ده in case of hemodynamic instability عيان ضغطه واطي. وفي الميثايل بريدنيزولون اللي انا قلته ده اللي هو in case of severe cytokine storm او severe inflammatory response او اللي هو ال H score اكتر من 169. لكن ما زال ما عليهوش اجماع 100% قصه الكورتيكوستيرويدز. لكن في الموقفين دول او في التو indications دول it's indicated. طيب في سؤال من صديقنا يعني دكتور هاني شهاب. طبعا استاذ الجاسترونترولوجي والمناظير, وبيقول لك is there a problem if you give too much O2 using nasal cannula or face mask. هم ليهم كل واحد على حسب الستراكشر بتاعه. انت عندك النيزل كانيولا من نص لتر او من لتر اخره 6 لتر, لو اكتر من كده هو مش هيزود الاكسجين انسبايرد, يعني هو اخره 40%, لكن هيعمل دراينس جامد جدا للميوكوزا بتاعه النوز, وهيعمل ديسكومفورت جامد جدا للعيان. هو ده اخره مهما رفعت الاكسجين لحد الاخر, لانه ببساطه هو بيعتمد ان بيبقى فيه اكسجين بيتحط في الريزرفوار اللي هو النيزوفارينكس. فالعيان مع كل انسبيريشن بياخد التايدل فوليوم بتاعه اللي هو لو ساي 400 500 ومن الهواء ربنا, وجزء منها من البيور اكسجين اللي موجود في النيزوفارينكس عنده. فده مع ده بيميكسوا مع بعض بيعملوا اف اي او 2 من 20 ل 40%. مختلف شويه عن الفيس ماسك. الفيس ماسك الريزرفوار بتاعه هو النيزوفارينكس بتاع المريض بلس الماسك نفسه. الماسك نفسه له فوليوم, فعشان كده هو الاكسجين الفلو لازم يبقى اعلى عشان يملى الريزرفوارين دول اللي هم النيزوفارينكس والماسك نفسه. وبيدي كل ما الريزرفوار يزيد كل ما يدي يحتاج فلو اعلى ويدي اف اي او 2 اعلى. هنمسك ليفل 3 اللي هو نون اللي هو نون ريبريثنج ماسك. الريزرفوار بتاعه هو الباجه الكبيره اللي تحت دي يحتاج فلو اعلى بس بيدي اف اي او 2 اب تو 90%. فالنيزل اعلى من 6 لتر بيعمل دراينس وما بيأثرش ما بيديش اي بنفيت. الفيس ماسك من 5 ل 10 لتر بيحتاج فلو اعلى وبيدي اف اي او 2 اعلى. اكتر من كده مش هيعمل حاجه, بس مجرد العيان هيحس بهواء داخل في وشه وبرده هيبقى يوسلس. بس طيب استاذنا الدكتور محمد ممتاز بعد بيقول لك ثانكس محمد فور ذا اكسلنت برزنتيشن, وبيقول لك any recommendations for anesthesia in COVID-19 pregnant women during cesarean section. سؤال دكتوراه ده. ده سؤال دكتوراه من اللي بيسقط. اتفضل. مبدئيا انا متشكر جدا دكتور محمد انه ادانا الوقت وسمع البرزنتيشن دي. يعني I really appreciate it وappreciate وقت حضرتك. يعني من الستاديز القليله انا رايي ان حضرتك اللي ممكن تعمل محاضره جايه في كوفيد 19 in pregnant women يعني. بس من الحاجات اللي احنا قريناها ومن الحاجات اللي سمعناها من زمايلنا والبيبرز اللي قريناها انه مبدئيا
this is considered as an emergency procedure. فهي هتتعمل هتتعمل. This is number one. ميزة ال cesarean section إن أنت ممكن تبعد خالص عن ال airway وال ventilation و it could be done safely and easily with spinal anesthesia من غير ما نأثر خالص على النص الفوقاني من الجسم ولا نلعب في ال airway ولا نعمل mechanical ventilation ولا أي حاجة. برضو it's according to the symptoms بتاعت العيانة. العيانة دي in which stage؟ هل هي mild؟ هل هي moderate؟ هل هي severe؟ لو severe خلاص يعني وهي already mechanically ventilated هنعمل termination للبيبي. لكن لو هي mild و just cough and fever هنعمل كل احتياطاتنا كل ال PPEs هتاخد spinal anesthesia and I think it will يعني end up إن شاء الله safely يعني. I think إنه شريف حتى كان بيحكي إنه he operated a COVID-19 positive accidentally discovered وأخذوا GA أخذوا general anesthesia and they went I think إنهم they went fine yeah. وفي سؤال حلو من الدكتورة رغدة أبو الأنوار هي بتقول لك what are your recommendations for fluid balance and monitoring؟ هذا مهم قوي يعني دي حاجة يمكن أنت ما تطرقتلهاش في البرزنتيشن مهم قوي لكن ده سؤال دكتورة رغدة يعني I think إنه حضرتك يا إما دكتورة ICU يا إما interested جدا في ICU لأن ما حدش بيسأل السؤال ده غير إذا كان حد فعلا يعني فاهم القصة كويس قوي. والله يا دكتورة رغدة هو لحد من يومين ثلاثة كان the plan is negative fluid balance لازم العيان اللي خارج منه أكتر من اللي داخله لازم يبقى على negative balance علشان the negative balance is very useful للتشست ودي حاجة قاعدة عامة كوفيد أو مش كوفيد في الـ ARDS patients دي one of the ground rules عيان ARDS لازم تبقى very conservative في المحاليل ولازم العيان ده بالبلدي كده يبقى ناشف يبقى على الـ negative fluid balance من ودي طبعا من 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 خصائص هذا المرض الغريب إنه كل يوم بتطلع studies وكل يوم بتطلع theories وكل يوم بتطلع حاجة يا جماعة طلع بيبر إنه العيانين دول already dehydrated being قعدوا فترة طويلة حرارتهم عالية وعندهم insensible loss ف it's not logic ولا منطقي إن أنا أنشفه بالعكس ده هيضره أكتر وممكن يضر الكلى plus إنه المرضى دول وجدوا إن هم أكثر عرضة للمايكرو thrombosis وانه بيحصل لهم thrombotic events عالية جدا فال extra dehydration ممكن يزود ال thrombotic events فوجهة نظري انه في اجهزة متقدمة شوية لانه بصراحة ال fluid status بتاع العينين دول دلوقتي بقى ملخبطنا شوية انا هعمل ايه؟ انا لو ضامن ان العين ده is adequately بيشرب كويس لحد ما دخل الرعاية يعني مش ضامن مش جايلي dehydrated already أنا I will put him on a negative balance البراكتس بتاعنا الكلاسيك اللي طول عمرنا بنعمله لكن في أجهزة تانية متقدمة شوية في المونيتورينج في الهيموديناميك مونيتورينج بتقول لنا الفلويد ستاتس بتاعة العيانين مش إن أنا أقيس السي في بي لكن حاجات متقدمة أكتر شوية إن أنا أقدر أعرف العيان ده فاضي ولا مليان الفوليميك ستاتس بتاعة العيان ده شوية أجهزة متقدمة في الهيموداينامكس نقدر نعرف فيها العيان ده فاضي ولا مليان بس أنا my recommendation لو أنا ضامن أو هو كان في المستشفى قبل دخوله الرعاية وعارف إن هو داخل أصلاً مش dehydrated I will put him on negative balance بس أنا بقول إنه خدوا بالكوا يا جماعة من الحاجتين دول إنه العينين دول ساعات بيبقوا already جايين الرعاية dehydrated حاجة تانية do not excessively تنشف العيان علشان ما يحصلوش thrombotic events في سؤال من الدكتورة إيمان التونسي بيقول لك I understand that PCR is stepping down in management of COVID-19 is useful diagnostic tool and the lab package is higher in sensitivity than PCR. True or false? وفي حد تاني كان سألك على the sensitivity of the swab. أنا عايزك تشرح تاني للناس هو التست عشان يبقى valid. لازم يتاخد إزاي؟ sensitivity of the swab of the nasal swab nasopharyngeal swab في أحسن حتة في study في العالم 65% 65% والباقي طلعوا
negative falsely. هو ده لو بيتاخد كويس. وأنا my point of view وشوفنا عينين كتير أنا كنت سمعنا عنهم إن هم clinically وradiologically positive والمسحة negative. فبرضو طريقة أخدان السواب بتفرق جامد جدا. هو لازم يخش يعني لازم العين يجاج أو يشرق عشان أضمن إنه دخل في المكان الصح. يعني لو اللي بياخد العينة من بره كده من بره كده عشان يبقى اسمه خد عينة. لا طبعا. أوكي. Negative falsely. We will miss a lot of patients. طيب. السنسيفيتي بتاعتها هنرجع بقى تاني برضو وجهة نظري إنه اللاب والإيميجينج والسيمتومز التلاتة دول على بعض are far high sensitive عن الـ PCR. PCR just for confirmation. لكن عندي التلات حاجات دول symptoms, CT findings, okay. Labs. واللابز ما هيش معقدة. كلها labs available. والCT ده بقى موجود في كل حتة. تلات حاجات دول يا جماعة في رأيي sensitivity up فوق 90%. Okay. في كذا سؤال جم related لي. انت شرحت الكلام بتاع الكوفيد 19. بس في حد جاي يقول لك لا تي طب الكلام ده adults وpediatric ولا ده adults بس. وفي حد تاني بيسأل سؤال البروم بوزيشن في البيدياتريك انزوم. انا ام نوت ا بيدياتريك انتنسيفست الحقيقه. فانا وكل قراياتي موجهه للادلتس. ويعني انا اسف ان انا مش اقدر اجاوب الاجابه دي ان انا مش عايز افتي والمعلومه مش عندي الحقيقه. ف لو يعني والحالات قليله في البيدياتريك جروب يعني ما عندكش حد هيبقى عنده الاكسبيرينس الكبيره. لا حالات قليله جدا. حالات وكل الحالات الحقيقه ما فيش بيدياتريك لحد 20 سنه الحقيقه ما فيش حد كريتيكالي ايل يعني الحمد لله رب العالمين. دكتور محمد دكتور عمر ده درس جديد برضو للناس تتعلمه ان ما حدش يفتي في حاجه هو ما يعرفهاش. دي حقيقه ربنا يخليك. طيب في موضوع كنا انا وانت دكتور محمد بنتكلم فيه قبل البرزنتيشن وفي متهيألي الدكتور رندا بتسال السؤال ده. There is a new theory about the pathogenesis talking about pulmonary thrombosis rather than ARDS. Would that change our strategy of ventilation? مش هتغير الاستراتيجي بتاعت يعني هتغيرها شويه لانه الARDS بتحتاج هاي بيب ولو هو pulmonary hypertension أو pulmonary vasculature متأثرة الهاي بيب مش هي مفيد بل بالعكس ساعات هيبقى مضر. Actually يا دكتورة في two studies واحدة على السلدينافيل الفياجرا والتانية على النيتريك أوكسيد والاتنين دول are pulmonary vasodilators لأنه اللي حاجة بتقوليه ده صح وفعلا ده كلام جديد واكشلي يعني مش جديد قوي بس ابتدوا ستاديز على بالمونري فازدايليترز. اوكي. طيب في حد بيقول لك وات اباوت رينال كومبليكيشنز ان كوفيد 19؟ موجوده بنسبه 10% انه بيبقى فيه از ا بارت اوف السيفير إلنس وأز أ بارت أوف السيتوكاين ستورم بيبقى فيه أكيوت كيدني إنجري وبنتعامل معها على في الأكيوت كيدني إنجري الطبيعية اللي بنتعامل معها إن إحنا أول حاجة بنحاول نمنع أي إنسلت للكلى أي نيفروتوكسيك دراجز نوقفها نحاول نمنتين البرفيوجن بريشر بلاد بريشر يبقى أدكوت للكلى بنحاول شوية ما نبقاش على النيجاتيف سايد قوي عشان يبقى فيه برضو فوليوم كويس للكلى لو الدنيا تدهورت بن 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 يعني نبتدي يعني نفكر في رينال ريبليسمنت ثيرابي سواء كان بقى انترميتنت او كونتينيوس على حسب العيان ده هيمودينامكس بتاعته اخبارها ايه بس هي موجوده طبعا. بيقول لك anonymous attendee بتقول لك you suggest to start with X-ray or CT chest directly. والله طبعا لو ال CT chest موجود يفضل طبعا لان sensitivity بتاعته اعلى بكتير قوي قوي وكمان انت بتستخدمه
فور يعني ال تشوف البروجريشن اوف ذا ديزيز. الاكس راي لو مش افيلبل سي تي هنعملها بس السنسيتيفيتي بتاعتها از فار ليس ذان ذا سي تي. يعني لو السي تي افيلبل طبعا فرق جامد جدا. طيب في حد بيسال بيقول لك nowadays the incubation period is 14 days or 28 days. Some people develop the symptoms after 28 days from the contact to a positive case. فعلا في studies ابتدت تتكلم على انه ال incubation period او ال infectivity ودي سلايد بس للاسف ما حطيتهاش بتفرق according to the severity of the disease. يعني بيقولوا ان عيانين ال ICU ممكن يقعدوا كمان اكتر لو خفوا يعني ممكن يقعدوا اكتر من شهر من ساعه الاكسبوجر انفكتيف. اوكي ففعلا طلع ستاديز كتيره قوي. هو ده بصراحه الغريب في المرض ده انه محدش فاهم حاجه يعني. طيب. كل يوم حاجات جديده بتطلع. طب في سؤال ريليتد الاميونوجلوبولين ام والاميونوجلوبولين جي از ات امبورتنت ان ذا دايجنوزس. هو للاسف طلعت كده. انا بس عايزه يعني اتكلم في القصه دي اللي هم بيسموه الفاست تيست اللي هو الاي جي جي والاي جي ام. طبعا هو اتسوق له تسويق مختلف شويه انه اطمن على نفسك واطمن اللي حواليك واطمن على الناس اللي في البيت والكلام ده. الحقيقه في شويه بروباجندا تجاريه يعني. الفاست تيست ده حاجه سهله جدا وظريفه جدا انه بيشوف الاي جي جي والاي جي ام. طيب الاي جي ام دي بتطلع في الريسنت انفكشن والاي جي جي دي بتطلع في الاولد او البريفيس انفكشن. الجهاز احسن جهاز بيطلع الاي جي جي بعد وجود السيمبتومز بثلاث اربع ايام. سوري الاي جي ام. فهو لو انت عندك سيمبتومز وراديولوجي ولابس وكمان ممكن تعمل بي سي ار فاعمل فاست تيست ليه؟ ده قصر. طيب لو انا عيان asymptomatic وعايز اطمن على نفسي عملت الفاست تيست طلع نيجاتيف هل ده معناه ان انا مش بعد ساعه ممكن اجت انفكتد؟ لا عادي جدا انا ما عنديش اي اكسبوجر وممكن ابقى انفكتد بعدها بساعه. فالميزه في وجهه نظري للفاست تيست للاي جي جي والاي جي ام وبرده هي ما زالت مش اكيده قوي للهيلث كير وركرز الناس اللي بتتعرض كتير قوي بعد مدة من شغلهم في كوفيد نعمل انتيبوديز ونشوف. والله لو لقينا الاي جي جي موجودة ده معناه انها جات لي والحمد لله باست ان نوتس وده بيحصل في ناس كتيرة او with very minimal symptoms وانا تمام انا اميون. طبعا في اسئلة كتيرة قوي. طب افرض لقيت الاي جي ام اللي هو بتاع ريسن انفكشن ام اي كارير اور لا؟ محدش عارف لازم تعمل بي سي ار. طيب اللي عنده اي جي جي يعني معناه انه immune معناه انه previously infection ده معناه ان انا ممكن ما بقاش infected تاني؟ حدش عارف لان في ناس بتتكلم على reinfection. فهو الحقيقه ان الفاست تيست ده في وجهه نظري الحاجه الوحيده اللي ممكن نستفيد منها هو هيلث كير وركرز نعرف ان احنا exposed previously infected فما تقلقش على نفسك قوي. بس ده مش معناه ان انا مش ممكن ابقى كارير وانقله لحد تاني. قصه ثانيه هو بصراحه لسه ملوش كلير انديكيشنز قوي عشان كده ما ذكرتوش يعني. في سؤال من استاذنا الدكتور احمد حازم حلمي بيقول لك when to put the patient for mechanical ventilation are we using any combination to score who should be put or not to be put on mechanical ventilation according to score including age morbidity frailty كده. دكتور احمد انا يعني مبسوط جدا ان حضرتك حضرت من لندن. من لندن. ودكتور احمد اخ عزيز واخويا الكبير وراجل استاذنا وزميلي في حاجات كتيره و I'm very very happy ان انا بسمع من حضرتك وارجو ان انا اسمع من حضرتك دايما كل خير وستي سيف في انجلترا دكتور احمد. بالنسبه للميكانيكال فنتيليشن الانديكيشنز اوف ميكانيكال فنتيليشن حاجات كتيره جدا. في حاجات سيمتوماتيك في حاجات باي ذا مانيفيستيشنز انه العيان ده ورك اوف بريذنج عالي ديسنك تاكيبنك مش قادر ياخد نفسه انت شايف ان هو از اباوت تو فاتيج بقى عرقان دي حاجه. في فايتال ساينز ابتدى يبقى تاكيكارديك ابتدى يبقى هايبرتنسيف او هايبوتنسيف في بقى ارقام ابتدت تظهر الهايبوكسيميا
وزي ما قلنا البي اف ريشيو، بي اف ريشيو فوق ال 300 معناها انه ابتدى يبقى هايبوكسيك. طبعا كل ما بتقل كل ما معناه انه الديجري اوف هايبوكسيميا بتزيد، بلس انه يبقى عيان فيلد الحاجات العاديه، فيلد السمبل اوكسجين ثيرابي، فيلد النون انفيزيف فنتيليشن، اند ذن وي بروسيد تو انفيزيف فنتيليشن. هو في حد بيسال سؤال دكتور عماد الدين نصر، رول فور ال ام اي between brackets supraglottic devices in COVID-19 patient, especially you mentioned that no worry if you are not intensivist or anesthetist. No. أسئلة شديدة. ودي أسئلة على فكرة دي برضو أنا شاكك إن الناس دي كلها دول intensivist ومتنكرين، دول دي أسئلة in depth يعني. بص يا بيه، الألم إيه؟ هو طبعا هو سوبرا جلوتيك ديفايس زي ما حضرتك عارف، والناس كلها برضو حابه ابقى لهم ده اتس سوبرا جلوتيك ديفايس. ده مش بيخش التراكيه، ده اتس فنتليتنج ديفايس، يعني شبه الاندوتراكيل تيوب. انا للاسف مش حاطط صورته، شبه الاندوتراكيل تيوب، بس هو بيقف على اول الابيجلوتوس، ما بيخشش ثرو الفوكال كوردز تو ذا تراكيه. فهو في الحقيقه هو في مميزات وفي عيوب. مميزاته ان it is simple و safe، لو عيان hypoxic احط LMA. عيوبه طبعا وده وفوقه نظري في الكوفيد اعلى بكتير قوي من مميزاته. وانا بحطه في الامرجنسي لو ما عنديش حد qualified يحط endotracheal tube، بحطه as salvage therapy، بنقذ العيان من الهايبوكسيميا عشان اقدر ادخله اي هواء كويس. طيب في وجود حد متخصص، يعني لازم الاول يبقى في ناس جربته ومش عارفه. ليه عيوبه اكتر؟ لانه مش سيلينج الريسبيراتوري تراكت، فمعرضين جامد جدا لانه يحصل سبيلج ويحصل سبريد اوف انفكشن. فانا ما سمعتش على الم اي في كوفيد لحد دلوقتي انه روتين او ستاندرد براكتس من قريب او من بعيد. لارنجال ماسك افندم اللي ما يعني كلهم من ده اللارينجال ماسك، عشان لارينجال مش عارف يعني. الالم ايه ده؟ اللارينجال ماسك اير واي. ما سمعتش خالص ان تم استخدامه في كوفيد 19 لانه مش عامل سيلينج كويس للتراكيه والالفيولاي واللنجز، فمعرضين انه يحصل سبريد للدروبلتس عنيف جدا معاه. اوكي، في سؤال بيقول لك some say non invasive ventilation is not recommended in de novo respiratory failure. What's your opinion؟ معلش يعني ايه دينوفو؟ السؤال بيقول هو في ناس بتتكلم على على النون انفيزيف فنتيليشن. هو الحقيقه انا برضو دي ما قلتهاش، والاسئله بتفتح مجالات للدسكشن قويه جدا. النون انفيزيف فنتيليشن عليه كونتروفرسي جامد جدا في الكوفيد 19. هو از ستاندرد براكتس في الرعايه، وفي عيان كتير قوي كانوا هايبوكسيك واي ار دي اس وحطيناهم على نون انفيزيف فنتيليشن، والحمد لله وي ديد نوت بروسيد لإندوتراكيل تيوب لما ليها من مشاكل كتيرة، ودي حاجة حلوة جدا. في الكوفيد 19 بالذات هو في ريسك عالي جدا للسبريد اوف انفكشن، والنون انفيزيف فنتيليشن هو مش سيلينج 100%، يعني ممكن العيان يكح عليه فيسبريد، ممكن يحصل اير ليكج عنيف جدا ودي بتبقى اندر بريشر فيسبريد اكتر. فالكونتروفرسي فيه مش قصة الدينوفو او مش دينوفو، كونتروفرسي فيه انه ممكن يعمل سبريدنج للانفكشن. في سؤال حلو قوي من مين؟ بيقول لك هو البروم بوزيشن لما العين يكون انتوبيتد بس؟ السؤال ده هايل، لان هم في الكوفيد 19 وصفوا برون بوزيشننج في النون انتوبيتد بيشنتس ولقوهم بيتحسن. يعني الاجابه يس يس 100%. اوكي، اتس ا فيري جود كويستشن. طب في حد بيسالك على برونكو دايليشن، ممكن اعرف مين؟ ممكن اعرف مين اللي سال السؤال ده؟ الدكتور محمد عوض. اوكي، السؤال كل دول انتنسيف كير طبعا. ده 100%. طيب في دكتور حامد نعمت الله بيكلمك على وات از ذا رول اوف ستيرويدز اند برونكو دايليترز. برونكو دايليترز نوت روتين يوز، بالعكس ده هم في الاي ار دي اس عليهم البيتا اجونست بالذات من البرونكو دايليترز عليهم كلام نيجاتيف جدا في الاي ار دي اس، الا لو عندي confirmed wheezes او confirmed bronchoconstriction، بس مش routine use. نمره واحد. الكورتيكوستيرويد زي ما قلنا عليها some controversy كده، لكن في two indications واضحين جدا: hemodynamic instability
هيدروكورتيزون اللي هو سوليوكورتاف 50 ملي جرام كل 6، والسايتوكاين ستورم او لو ال ساينز اوف انفلاماتوري ريسبونس العنيفه بالاتش سكور كانت عاليه ندي ميثايل بريدنيزولون 1 ل 2 ملي جرام بير كي جي. في سؤال تاني كويس جدا، وات سيديشن اند ويتش ماسل ريلاكسنت از ذا بيست؟ حلو قوي. السيديشن في سيديشنز كتيره، ماي بوينت اوف فيو انا بحب او شايفه احسن في نيو سيديشن اسمه دكسميتوميدين واسمه العلمي بريزيدكس، ده بيستخدم وانا شايف ان هو من احسن السيديتنج ايجنتس. طبعا احنا عندنا حاجات كتيره جدا، البروبوفول او الديبريفان ده اشهر واحد، مشكلته انه بيوطي الضغط، فلو عين اوريدي هيمودينامكلي انستابل هيبقى مشكله. عندنا الفنتانيل، ده الحاجات الموجوده في مصر، عندنا الفنتانيل ده واحد من السيديتنج ايجنتس برضو حلو جدا، بس ذا ويك سيديتنج ايجنت، هو اكتر منه انالجيزك بس ات هيلبس ان ذا سيديشن. عندنا الميدازولام او الدورميكم، ده من فصيله او من عيله البنزودايزيبينز، ودواء كويس، مشكلته انه بيعمل يعني prolonged effect بتاعه لما ندي infusion ليوم او اتنين، العين بيصحى بعد مدة طويلة، ما هوش rapid action و rapid onset and offset. مشكلته التانية انه برضو ما بيتاخدش في العينين renal impairment و liver impairment. ويتبقى اخر حاجة اللي انا قلتها في الاول اللي هو الدكسميتوميدين او البريزيدكس، وده دواء جديد بيتاخد infusion وانا شايف انه هو one of the safest. برضو ساعات بيعمل شوية براديكارديا و hypotension بس اقل كتير قوي من الدبريفان والبروبوفول، and it is very effective وجميل والإفكت ساعته كويسة جدا. بالنسبة للمصر الاكسنت هو اشهر حاجة الاتراكيوريوم والسيس اتراكيوريوم اللي هو التريكيوم والنمبكس، ودول اشهر اتنين وموجودين في مصر وبيتاخدوا infusion. لو التريكيوم بيتاخد بدوز نص ملي جرام بير كي جي اندكشن، وبعد كده ممكن تمشيه نص ملي جرام بير كي جي بير اور. النيمبكس او السيس اتراكيوريوم بيتاخد 0.15 ملي جرام بير كي جي اندكشن، وبتمشي نص يعني من نص لواحد الاندكشن دوز بير اور. اوكي، عندنا في سؤال من الدكتور احمد ستيت، ده استاذ يعني ده استاذنا استاذ جراحه الاورام من جامعه مركز عمر المنصوره، بيسال على وات اباوت هيبرين ايروسول. انا الحقيقه ما استخدمتوش و ما قريتش عليه كتير. هيبرين انه يتاخد نيبولايزر انا يعني ما عنديش اكسبيرينس بيه خالص، والحقيقه ما استخدمتوش و يعني ما قريتش بيبرز عليه انه بيتاخد. ممكن يبقى في حاجات انا ما اعرفهاش، بس انا سو فار ما قريتش عنه حاجه ومفيش داتا عليه عندي. طيب، في حد من الدكاتره بيقول from a friend في ايران، they recommend vitamin D 50,000 يونت 1000 يونت a day، وبيقولوا ان ده خدم هناك او يعني نفعهم كتير. عندك دي هاف ا كومنت؟ ممكن ممكن ما يبقاش عندك. لا، هو الفيتامينز كلها turned out to be ممكن يبقى مشي معاه يعني نفع معاه او نفع لحاجات اخرى، لكن ستاديز بقى راندومايزد وبندي ده وبندي بلاسيبو ونشوف الايفكت، لقيت انه مش ايفكت. الفيتامينز او الاميون بوسترز ممكن يبقى ايفكتيف، ممكن يتعمل عليه ستاديز بعدد اكبر بسامبل سايز اعلى، الله اعلم. سو فار الاميون بوسترز من الفيتامينز ما بينتش بنفيت قوي. اوكي، في عندنا سؤال من كذا حد، كرايتيريا فور ديشارج فروم اي سي يو، كرايتيريا فروم ديشارج فروم هوسبيتال. كرايتيريا اوف ديشارج فروم اي سي يو انه يبقى العيان ولا على فنتيلاتوري سبورت ولا على هيمودايناميك سبورت، يعني يبقى الى حد ما الاورجنز وركينج الى حد ما كويس، يعني مش على انوتروبس، وممكن يبقى على سمبل اكسجين ثيرابي زي نيزل كانيولا او اوبن فيس ماسك البسيط، لكن ده مبدئيا ده الكرايتيريا اوف ديسشارج. ويبقى عنده ال لان دول اكبر مشكلتين الحقيقه،
الريسبيراتوري بروبلمز والهايبوكسيميا والهيموداينامك انستابيليتي. يبقى ولا كده ولا كده، ده يخرج عادي من الرعايه حتى لو عنده شويه اكيوت كيدني انجري كود بي تريتد ان ذا وورد. طب ومن مستشفى، على فكره السؤال ده من علي الثقاف، من هو اخونا اللي في برشلونه دلوقتي، فهو بيسال طب نمشي من المستشفى امتى؟ بحي دكتور علي وهو اخ عزيز، وبرده ستاي سيف يا علي في برشلونه وربنا معاك. و امتى يخرجوا العيان من المستشفى؟ لازم يبقى بي سي ار نيجاتيف من المستشفى، لازم يبقى تو مسحه نيجاتيف. طيب في حد دكتور باطني هو بيقول لك انا I'm a hepatologist and I have a bird، يعني عندي دقن يعني، and I will go to isolation hospital. Can the bird affect the fitness of N95؟ هذا اكيد، ده اكيد. وفي حاجه اسمها الفيت تيستينج، انك في انك تعمل حاجه اسمها فيت تيستينج، في لها حاجه معقده شويه مش موجوده عندنا، وفي السمبل فيت تيست ان انت تتحرك يمين وشمال وبعد كده تنفخ نفخه جامده، لو لقيت ليكج من بره انت بتحسها بايدك يبقى ده اتس نوت فيت. ولازم لما تشفط شفطه جامده تحس انه هيكولابس، فده معناه انه هو برضو فت على وشك، فانك تتحرك وبعد كده تنفخ جامد وتلاقي ان في اير ليك من حوالين الماسك جامد، ده معناه انه هو از نوت فيتنج ويل. ده فيري سمبل فيت تيست. طبعا الفيت تيستينج، وكان دكتور شريف حقي ورانا فيديو ازاي بيعملوا له فيت تيستينج في لندن، ده بيبقى يعني خوذه بتتلبس ولها حاجه معقده مش عندنا، بس ده سمبل فيت تيست، هي ان انت بتتحرك وبعد كده تنفخ جامد، فلو لقيت اير ليك قوي جدا ده معناه انه مش تيستد. ولازم لما تاخد ديب انسبيريشن تحس ان الماسك دخل لجوه بيتطبق، طب انك قافل كويس، مش هوا بيخش من جنب الماسك. اوكي، في حد بيسال سؤال ظريف كده، can we use our anesthetic ventilator here؟ لو الدنيا ازمت ديفينتلي الجهاز طب بس العمليات بتقلب سيوعي ده 100%. انا اي دو بيليف القصه دي، ده بالعكس ده اوضه العمليات اوسع واحلى وتبقى معزوله اكتر. اوكي، حد بيقول لك بس طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا لسه ان شاء الله بعيد وهنفضل بعيد عن هذه المرحله، بس ديفينتلي في اجهزه تخدير كتيره جدا فيها مودز اقرب قريبه جدا من مودز الفنتيليشن بتاعت الاي سي يو فنتيليتر، ده 100%. في حد بيقول لك is pericardial effusion recorded with COVID-19؟ ما قريتهاش بس ممكن، I didn't read it، ما او ما عدتش عليا، الله اعلم، ممكن. اوكي، يعني بس انا متاكد منه ان pleural effusion مش موجود. اوكي طيب، يعني احنا نحب نقول برضه هم طلعوا دلوقتي البيان بتاع وزاره الصحه، يعني دي حاجه ممكن تبسط الناس، ان يعني سو فار ما زلنا الحمد لله عندنا 128 حاله تسجيل، 128 حاله جديده، وعندنا 9 حالات وفاه. طبعا ارقام كلها يعني تحزن، ولكن ما زالت ارقامنا ما ضربتش ماسكه ربنا يسهل وتفضل كده يعني، نتمنى من الله. طيب احنا يعني سباوت تايم ان احنا ناخد لنا كمان كام سؤال عشان ما نكونش اطلنا على الناس. في حد بيسال سؤال من الدكتور شيرين عامر، ودي صديقتنا وشيز ا فاميلي دكتور في الشيخ زايد، any explanation why newborns and children their severity and fatality rate is very low؟ لا ما يعني اتس يعني كلها ثيوريز، ما يعني عندك اجابه ولا الحقيقه يعني انا مش بقراش كتيره في البيدياتريكس، فانا اي دونت نو جزء أوكي. منها اكيد يعني ديوتو ان هو ما عندهمش كو اكزيستنج ديزيزز يعني، بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، هم لقوا انه اكتر ناس بروتكتد يعني في حالات كتيره من 0 ل 6، واكتر ناس، ودي كانت وان اوف ذا ثيوريز بتاعت مش البي سي جي بقى فاكسين، الميزلز فاكسين، انه دول بيبقوا خلصوا كل الفاكسينيشنز بتاعتهم ات ذا ايج اوف 6، وفي كلام كتير على الميزلز فاكسين ده، اي دونت نو بقى دي صح ولا غلط، بس ستاديز اكتر ناس بروتكتد على فكره مش النيو بورنز، هم من 6 ل 12 ده بالارقام. طيب دلوقتي بص احنا هناخد اخر سؤال، بيقول لك can we depend on CT chest and diagnosis in PCR negative؟ سي
هرجع واقول تاني سي تي تشست السنسيتيفيتي بتاعته فوق ال 80%. وانا عندي يعني برضو ليه اعتمد على سي تي بس؟ ما انا عندي سي تي وعندي سيمتومز وعندي لابس، يعني ليه ما يعني واللابس والسيمتومز دول اسهل من السي تي؟ ده اللي يعمل سي تي يعمل الاثنين التانيين، فالثلاثه مع بعض وجهه نظري ان هم مور سنسيتيف عن ال بي سي ار. وكل الريكومنديشنز بتقول ان لو انت شاكك بالثلاثه دول والبي سي ار نيجاتيف كذب البي سي ار وعيده تاني، وكذبه وعيده تاني. طيب لو لو الثلاثه لو الثلاث حاجات التانيين البرزنتيشن والراديولوجي واللابس لا كذب البي سي ار لان الفالسس فيه عاليه قوي. طب في سؤال من الدكتور محي الدين مصطفى من اسوان بيتكلم على سايز اوف تيوب better to be towards minimum or maximum. لا ماكسيمم طبعا عشان الكاستس وتتسد وكده طبعا towards الكبير. اوكي 8 8 ونص 9 لو موجود لو تقدر ولو هو a big adult طبعا طبعا towards الكبيره وتقلل الريزيستنس بتاعتها. هو اوريدي انت مش ناقص you want to ventilate him better فطبعا كل ما تكبر كل ما يبقى احسن. في نقطه مهمه جدا في القصه دي البوست اكستوبيشن ودي وجدوها عاليه كتير جدا في العينين دول. طبعا الانبوبه الكبيره هايله في انك هتفنتليت احسن ومش هتتسد ومش هتشفط بفريكوانسي عاليه فدي ميزه. لكن وجدوا ان برضو لازم الواحد يقول الحاجه والبروز والكونز بتاعت ايفريثينج. وجدوا العينين دول عندهم بوسيبيليتي اعلى الكوفيد 19 من كل العينين المتفنتلين التانيين في البوست اكستوبيشن سترايتوف. اوكي وعشان كده اي عيان هتاكستوبيته لازم تديله ديكساميثازون از سنجل دوز تقلل شويه اللارينج الإديمة ونيبولايزد أدرينالين يقلل شوية الكونجشن بتاع اللاركس. طيب هناخد كم سؤال سريع كده. If unilateral lesion lateral or prone position is ideal. Unilateral lesion وكوفيد هي دي بقى في الرير قوي لأن الكوفيد bilateral disease. Thank you very much. Happy hypoxic syndrome. Happy hypoxic syndrome ده دي وجدوا ان في عيانين كتير قوي ساتوريشن بتاعهم قليل وما عندهمش اي مشكله. ده لو هو ده قصده كده يعني انا ما اعرفش هم سموها هابي هايبوكسيك سيندروم بس يعني هو ده ان عيان قاعد فيري كومفورتبل فيري ريلاكسد والساتوريشن بتاعه 80% و85% وتبقى مخضوض ازاي انت مش بتنهج ومش دسنك ومش تكتنك. ولذلك طلعت نظريه رابعه ولا خمسه ولا 10 بقى انه الديزيز بيغير الهيموجلوبين ستراكشر وبيعمل some sort of ميت هيموجلوبين حاجه شبه الميت هيموجلوبينيا انك بتخلي الساتوريشن قليل بس هو اكشلي مش قليل هو الهيموجلوبين اللي متغير فالجهاز قايسه قليل. طيب احنا دلوقتي احنا بقالنا يعني ساعتين وربع ساعتين وشويه انا عايزك تدي in 2 minutes your يعني take home message. انا احب اشكر الناس كلها اللي حضرت وعدد كبير وثانك يو سو ماتش لحضوركم للاتندنس وللاسئله وفي اسئله كانت قويه قوي بصراحه يعني اسئله ان دبث وزي ما انا وعمر بنقول هو غالبا دول دكاتره اي سي يو فعلا. وارجو ان الموضوع ما يوصلش زي انجلترا ان يبقى في دكتور جراحه مسؤول عن اي سي يو ارجو ذلك. اللي انا عايز اقوله يا جماعه 1 و2 و3 و10 your protection is the priority. حماية حضرتك لأن حضرتك وراك عيانين تانيين وراك عيلتك في البيت وراك ناس كتير وراك زمايلك اللي بتتعامل معاهم ممكن تبقى مش لابس بروتكشن وانت قاعد مع زميلك في لونج الدكاترة فانت ممكن تعديه. Your protection is very important. احنا مش عايزين نتحول ان الأطباء هم بؤرة انتشار المرض ف treat every patient as if he or she is COVID positive. حاجة مهمة جدا. Wear your full protection. لو مش موجود يا جماعة نضغط على الناس او نحاول نتصرف احنا بطرق بسيطه. في شركه لطيفه جدا بيوزعوا فيس شيلدز فور فري واللي يحب اديله نمرتها وبيبعتوا وبعتوا لي 50 فيس شيلد بساط وديسبوزبل بس احسن من ما فيش. بروتكت يور سيلف باي اني مينز. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه انا ممكن ابقى طولت شويه في الجزء الاولاني بتاع الدياجنوز والستاتيفيكيشن بس يعني for your knowledge الجزء ده مهم جدا لانه احنا كدكاترة احنا اكيد ناس كتير قوي بتكلمنا انا في البيت عندي كذا انا في البيت عندي كذا لو عيانيني
لو راجل جراح او راجل دكتور باطني او دكتور مسالك او عظم، او هتلاقي لي عيانين كتير قوي ممكن تلاقيهم بيكلموني. فدي approaches سهله وبسيطه ان الواحد بس يبقى عارف when to suspect، امتى اطلع بيه على المستشفى، امتى اقول له اعزل نفسك، امتى امتى امتى. دي حاجات كلها مهمه جدا. انا بشكرك يا دكتور محمد، وفي النهايه انا احب اشكرك جدا دكتور عمر، لانه بصراحه انا عملت جزء قد كده في القصه دي، ودكتور عمر عمل الفيلم اللي انتوا شايفينه ده كله من التفاصيل. انا كلمت روش من ترانسميشن، من ميكينج شور ذات ايفرثينج از جود، من 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 مكالمه للناس، من ابروتشينج الناس. يعني انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا جيت عملت المحاضره وجيت قلتها. هو everything else will success behind this thing is يعني accredited لدكتور عمر. يعني thank you دكتور عمر. انا بشكر روش، واحنا كنا وقت المحاضره كنا حوالي 248 attendant. احنا دلوقتي واحنا بنخلص الديسكشن احنا وي ار اولموست 153، وانا ودكتور محمد كنا عاملين حسابنا ان احنا هنيجي نكلم 10. يعني ده كان اللي احنا متخيلينه. أسئلة بتاعت الناس والحضور بتاع الناس، يمكن المحاضرة دي تكون موتيفيشن إن نعمل حاجات تانية إحنا وغيرنا، وكل واحد ممكن يكون شايف أي حاجة تفيد الكل. Thank you so much للجميع، وتاني أنا بشكر روش، هم اللي قدروا يساعدونا إن إحنا نعمل البرزنتيشن دي. Thank you very much. دكتور عمر، يعني أنا حابة كده on behalf of Roche team حابة أشكر حضرتك طبعا دكتور عمر for reaching out to us. حاجة زي دي we're very happy to be a part of this meeting out of the responsibility towards the community, the patients and our healthcare providers. دكتور محمد حسين، أنا عايز أقول لحضرتك التيم كله اللي كان حاضر معانا السيشن، although إحنا بعيد شوية عن الحتة دي، it was very interesting and informative بالنسبة لنا. فأنا متخيلة قد إيه بالنسبة للدكاترة كانت مهمة. And آخر حاجة thank you for the attendees. إحنا يمكن بنحضر meetings زي دي كتير وبنعملها، أول مرة نوصل 113 questions غير اللي كانوا على الشات، وأنا عمالة أقول للناس يحطوهم في Q's and A's. ف thank you for the interactivity. Thank you. السؤال يا نيرة اللي كل بيسأله، إمتى المحاضرة دي هتبقى available؟ مش يعني هي عشان تبقى available عايزينها تبقى available بكرة. طيب احنا الريكوردينج هيبقى جاهز دلوقتي على طول، انا هبعته لحضرتك ونشوف بقى يا الا نحطه على يوتيوب او على بيج عند حضرتك. يعني let's see how are we going to give it to everyone ان شاء الله and spread it. However the recording عندنا موجود جاهز اول ما نخلص المحاضره ان شاء الله. Thank you so much. Thank you for everything. Bye bye. مع الف سلامه وشكرا للجميع. نترككم في رعايه الله. Bye bye.